لسه كتير يا فتحي؟ قربنا. شايف حد هنا زمانهم على وصول. اهدى العربية لحد ما نيجي. استنى هنا. جيت في ميعادك بالظبط. انا مواعيدي دايما مظبوطه عبد الكوبي، وانا بحب كده، وحاسس ان دي هتبقى فتحه خير، وهيبقى في بينا شغل كتير قوي. من القلب للقلب يا عبد الكوبي. الدولارات جاهزة؟ الفلوس جاهزة. هاي لما تكور بيه ده اللي يشوفهم ما يفرقهمش على الأصلية خالص. احنا هنقضي الوقت كده ولا ايه؟ مش نسلم ونستلم بقى ونخلص، ولا هنفضل نتكلم كتير؟ لا في دي عندك حق، كفاية كلام لحد كده. ايه ده؟ ما تكون عبد الفتاح انت مقبوض عليه. We'll be right back.
اديني دقيقتين بس يا فتحي. الجن الازرق هيعرف الفلوس دي راحت فين. كده الهارد ديسك يبقى ابيض يا ورد. يعني مفيش حد هيقدر يوصل لمكان الفلوس دي الا لو معاه رقم السر اللي انا عملته. برافو عليك يا اكرم. يلا بينا. يلا ايه؟ استنى يا فتحي. والفلوس اللي في البنك دي ده انت اي خزنه مش هتاخد في ايدك دقيقه. احنا جايين لهدف محدد. واي تغيير على الهواء في الخطه هيسيب ورانا خيط، وانا مش عايز كده خالص. يلا بينا. واقف كده ليه؟ في حاجة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. بقول لك واقف كده ليه؟ أبدا يا باشا. في واحد بس عنده غيبوبة سكر جايين ناخده وماشيين على طول. ماشي. السيركل على جنب. اطلع. طمنا فتح. الدنيا مشيت ازاي جوه؟ عينا باللوز. قولي عربية البوليس دي كانت عايزة منك ايه؟ ابدا يا سيدي، كان عايزنا نركب العربية. باي والله. برافو عليهم، زي ما احنا بنشوف شغلنا صح هم كمان لازم يشوفوا شغلهم صح. اطلع. حبيبي يا تيحو، أول ما استلم الفلوس أبقى جابلك نصيبه. ماشي يا تيحو، يلا انطلق. أشوفكوا على خير. سلام يا حبيبي. سلامك يا تربو. سلام يا ده أكرم. سلام يا فتحي. سلام يا حبيبي. أكرم. إيه؟ بقول لك إيه؟ هات رقم تحويل الحساب. أوه كنت هنسى. هو الورقة دي بتدعي منك يا فتحي. دي فيها الخلاصة. الورقة دي لو ضاعت مش هنلاقي فلوس. خافش على أخوك، يلا انطلق. سلمني على ميرفت مراتك. يوصل يا كبير.
يا ديزل وحشتك. عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ خلاص بقى خلاص. والله انا عارف ان انت اوفى من ناس كتير قوي في الزمن اللي احنا فيه ده. استنى استنى عشيك حالا. تعال 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 عيش حياتك يا عم. ايه ده؟ انت لسه صاحيه؟ قلقت عليا عشان اتاخرت شويه ولا ايه؟ انت اخدت الفلوس اللي انا كنت شايلها في الدولاب؟ انت صاحيه لحد دلوقتي عشان تسالين السؤال الاهبل ده؟ رد عليا يا اكرم. اخدت الفلوس اللي انا شايلاها؟ اخدتها. خير، فلوس وانا حر فيها. لا مش حر فيها. ما تنساش ان انا مراتك وليا حق زيك في الفلوس دي بالظبط. اقدر اعرف صرفت الفلوس دي في ايه؟ جرايه ميرفت، انت هتحققي معايا ولا ايه؟ خسرتها على القمار كالعاده. طز ايه يعني؟ بكره هاخد من فتحي فلوس عمليه الليله وبرضه هضيعها على القمار. وبعدين معاكي انا جاي تعبان وعايز انام، مش طالبه نمر خالص. دخلت عليك تصرفات تخنق يا اخي. يا اخي حرام عليك، حرام عليك اللي انت بتعمله فيا ده. انت ايه، ما عندكش احساس بالمسؤوليه؟ مسؤوليتي؟ انت ليه محساني ان انت كنت شغالة في التربية والتعليم؟ انا جبتك من الكبريات واتجوزتك يا هانم. يا اخي يا ريتها دامت، احسن لي مليون مرة من العيشة اللي انا عايشاها دي. ايه؟ حنيتي للكباريه؟ وسطك بياكلك يا روح امك؟ عيب عليك لما تقول لمراتك كلام زي ده. بس مش غريبة عليك، ده انت تقول كلام اخطر من كده كمان. وعموما الكباريهات والرقص للزباين احسن مليون مرة من العيشة دي. تكونش فاكر نفسك راجل، ده انت اوبرتاجي وحرامي. اخلصي، انا ارجل منك ومن ابوك. هتطلع شغل العوالم ده عليا؟ ان كانت امك ما عرفتش تربيكي انا هربيكي انت امك. طلعني يا اكرم، طلعني وارحمني. لا هطلعك ولا ارحمك. وريني اخرك، اعلى مفخلك الكبير. دي مش عيشه يا اخي، دي عيشه سودا. انا هسيب لك البيت وبشوف هترجعني ازاي. في 60,000 داهيه يا لعن ابو شكلك، ده انت تقرف الكلب.
صباح الخير يا فندم. اهلا. صباح الخير يا طارق، تعال اقعد يا بطل اقعد. انا مبسوط منك قوي من العمليه بتاعت امبارح. احنا تلامذتك يا سليمان بيه. تلامذتي ايه بقى، ده انت عديت. انا عارف ان ما كانش سهل ان مدكور عبد الفتاح حسنين يثق فيك ويعمل لك، بس برافو عليك انك قبضت عليه وهو متلبس. الاهم من كده يا فندم ان احنا سجلنا له كل حاجه صوت وصوره، يعني المره دي مهما عمل مش هعرف يطلع منها. برافو عليك. بص بقى، الحكايه دي خلصت منها ودلوقتي هي ايه في ايد النيابه. عايزين نبص للجديد. سمعت على الحادثه اللي حصلت امبارح بالليل؟ حادثه ايه يا فندم؟ سرقه البنك. يا سليمان ليه؟ وانا من امتى بشتغل على القضايا الصغيره دي؟ مفيش حاجه اسمها قضيه صغيره. الجريمه جريمه مهما كان حجمها. ممكن تبقى من بره تبان سرقه بسيطه، لكن الحقيقه غير كده. غير كده ازاي يا فندم؟ يعني الجماعه دول دخلوا البنك وخرجوا من غير ما يسرقوا ولا مليم. يعني الاقتحام كان غرضه حاجه ثانيه خالص. ايه غرضه؟ ده السؤال بقى اللي مطلوب منك تجاوب عليه، بس بالراحه بقى من غير شوشره، والدنيا مش ناقصه برجله. تمام سعادتك، اعتبر سعادتك الموضوع منتهي. هنوصل للي اقتحموا البنك ونعرف اقتحموه ليه ونقبض عليهم في اسرع وقت. المهم التباني بالاخبار اول باول. من غير ما تقول يا باشا. بعد اذن سيادتك. اتفضل. بعد الشاشة ما تسود. بس وقف هنا. كبر لي الصورة. كبر كمان. آخر تكبير عندي يا فندم. يا ولاد الإيه؟ لو شوش ولا بصمات ده مصفاته مسلح. ده عملية مدروسة كويس قوي. يا فندم الناس دي عارفه هي بتعمل ايه بالظبط، وبتخطط وبتنفذ تخطيط ما بيخرش الميه. المهم يا فندم احنا هنجيب الناس دي ازاي؟ معتز تستجوب بواب العماره اللي فيها البنك، وسكان العماره والعمارات اللي حواليها، جايز يكون حد شاف ولا سمع اي حاجه، وتتابع تقارير المعمل الجنائي وتجيب لنا منها نسخه. تمام سعادتك. وانت شريف تجيب بتوع الدوريه الراكبه تستجوبهم، وتتابع عربيه الاسعاف المسروقه، عايز اعرف اتسرقت ازاي وامتى، وتابع لانهي مركز اسعاف او مستشفى. حاضر. وبالمره بقى تجيبوا لي ملفات كل المسجلين خطر اللي عملوا اي عمليه سطو مسلح في السنه اللي فاتت، وتعرضوا الصور دي على البواب، جايز يتعرف على حد فيهم. واعملوا حسابكم يا ساده، مفيش حد هيروح غير لما تجيب الناس دي. مفهوم؟ تمام سعادتك. مفهوم يا فندم. هتروح مني فين؟ هعرفك وهجيبك. تعال خش. انا كنت خايف تكون لسه نايم. لا انا صاحي من بدري. امال فين ميرفت؟ مش متعود يعني ان انت تيجي من غيرها.
انا بعمل شاي، اعمل لك معايا؟ مش عايز. مالك؟ ما نمتش طول الليل. وايه اللي ما نايمكش طول الليل؟ ميرفت يا فتحي، ميرفت هتجنني. تاني يا اكرم، انا مش ناوي تعال انت ومراتك بقى. يا عم هي اللي مجنونه، بتعمل من حبه قبه، ما بتفهمش. انا مش فاهم، كل يوم خناق ونقير. ايه ما بتزهقوش؟ دي وليها نكد، ده مفيش يوم بيعدي غير لما بتحرق دم. والله يا عمالك السودا دي هي اللي تحرق دم بلد. عمالي السودا فيها يا فتحي؟ اقول لك، قلت لك ما تتجوزهاش، دي رقاصة وبتاعت كبريات وملهاش أمان. وما سمعتش كلامي، ومش كده وبس، ده انت شبطت فيها زي العيل الصغير ودخلتها وسطينا وعرفتها عننا كل حاجة. ها ايه رأيك؟ بحبها يا فتحي، اعمل ايه طيب؟ العشق ده لعن ابن جزمة. بعدين عايزني بقى اعمل لك انا ايه دلوقتي؟ يا عم مش عايز حاجه. متأكد؟ عايزك تروح تكلمها يا فتحي، خليها تعقل وتهدى، قول لها اني هبطل قمار وهبقى كويس معاها، هديها كل اللي هي عايزاه، قول لها اني بعشقها، ما اقدرش اعيش من غيرها. طب مهما انت كده واقع على بوز اهلك، ما تروح تقول لها انت البقين الحمضانين دول. ما ينفعش يا فتحي، ما ينفعش. ميرفت بتحترمك وبتخاف منك، بتعمل لك حساب، مش هترفض لك طلب ابدا. عشان خاطري يا فتحي ارجوك، انا روحي مع لولا، خليها ترجع. هروح لها واكلمها، بس اعمل حسابك دي اخر مرة هتدخل ما بينكو، ولو ولعتوا في بعض وجيت تعيط لينا زي العيل الصغير هطردك، انت فاهم؟ اوعدك ان دي اخر مرة. هي فين دلوقتي؟ انا صحيت ما لقيتهاش في البيت. ايوه يعني هتكون فين؟ أكيد راحت لأمها الغولة. والنبي يا فتحي اتصرف. حاضر يا أكرم، هروح لها عند أمها وأكلمها، وهتروح البيت تلاقيها، وربنا يشفيك من لعنتها. ربنا يخليك ليا، ربنا يا أخويا، ربنا ما تتجوز وأنا اللي أقعد أصالحكم. أوعى تتجوز يا فتحي. والله يا عم خلاص فك بقى. فتحي يا نعم. ميرفت هنا؟ ايوه. هي فين؟ في الاوضه جوه ومش عايزه تقابل حد. تعالى هنا، انت رايح فين؟ يلا ميرفت.
لم حاجتك وعزالك خلينا نمشي من هنا. امشي من هنا على فين؟ على بيت جوزك. انا مش هرجع لاكرم تاني يا فتحي، انا خلاص ما بقتش قادره استحمل اكتر من كده. عيب، اكرم بيحبك ما يقدرش يستغنى عنك. الحب لوحده مش كفايه، لا بياكل ولا بيشرب، بعدين اللي فيه ضايق عمره ما هيبطله، واخوك خلاص القمر لحس دماغه. انا هتكلم معاه واتصرف معاه بطريقتي. انت بتضحك على نفسك ولا بتضحك عليا؟ ما انت حاولت معاه كتير، انا خلاص زهقت وما بقتش طايقه وعايزه افارق. اسمعيني يا بت، ربنا يكفيكي شر الفراق. بيقول ان الفراق صعب، لكن فراقنا احنا هيبقى صعب قوي. ربنا ما يكتبه عليكي، اظن انت فهماني. انا عمري ما اتكلم يا فتحي ولا اتجرأ اذيكوا. انت ما تقدرش تتكلمي. انت بنت جدع وبتحب اكرم، عشان كده انا عايزك تبقي جنبه، وموضوع الفراق ده انا هنساه خالص، ده لمصلحته ولمصلحتك. عشان كده انا عايزك تلم حاجتك وتروحي بيت جوزك وربنا يهديكي. بس انا يا فتحي كنت عايزه افك نفسي معاك بكلمتين. قبل ما تفك نفسك لميها يا مرات اخويا. حاضر يا فتحي، حاضر. انت عارف ان انا ما اقدرش ارفض لك طلب. انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه. انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. انت معزتك عندي معزة اكرم بالظبط. يلا حبيبتي، لما حاجتك وعلى بيت جوزك. ايه يا جميل يا قمر؟ انت يا قمر جميل، عايزين ايه؟ ايه اللي موقعك في الساعه كده لوحدك؟ ايه مش لاقي مفاتيح العربيه ولا ايه؟ طب ايدك كده على الشنطه؟ اه ايدك يا حيوان، عايزين ايه؟ ايه اللمضه دي؟ احنا كنا حلوين. يا ايوه نزل ايدك. ولا انت بقى بالعافيه، لا ذوق ولا عافيه يا ابو الرجاله. ما تتكلوا على الله بقى، ده حتى الدنيا مبرده وانت ما تلعبش بالحاجات دي عشان خاطر ما تعوركش. وانت مين انت يا عمنا؟ وايش حشرك تدخل في الموضوع اساسا؟ انت جاي توعظ؟ بقول لك ايه، ما تتدخلش في اللي مالكش فيه، كنش من هنا احسن لك. وان ما مشيتش يبقى انت بقى كده يا باشا غبت لنفسك، وهنلعب في وشك البخت. عندك حق، طيب احسن الواحد اتكل على الله. سلام عليكم. يا عمنا يا ابو الشباب، ليك شوق في حاجه تاني؟ خالص يا عمنا خالص. اتكل هلا عرب. صوت طالما لك الدنيا كلها. متخافيش انا جاي اساعدك. امال في ايدك دي ايه؟ لا لا لا، دي ما فيش حاجه خالص، ما فيش حاجه. طمنيني عليك، انت كويسه؟ ايوه كويسه. مامي انت كده هتعرفي تسوقي؟ ايوه هعرف اسوق، هعرف. طب نزل ايدك. لا انا ما اقصدش حاجه، بس انت بالطريقه دي داخله على حادثه. انا من رايي ان انا اوصلك وبعدين تروحي تنامي، ولما تصحي وتفوقي تبقي تبعتي حد ياخد العربيه او انت تيجي تاخديها. ها فكرك كده؟ اكرم تربو. ايه ده يا فتحي؟ دول 25% من الفلوس. طب والباقي؟ يومين ثلاثه كده وهيجي. ايه شكلها كده في حاجه بيفصل. ربنا ييسر. ايه ده نصيبك من العمليه الاخيره يا اكرم؟ اه هما دول بس. مالك مسروع كده وبتخبي مني الفلوس؟ يا ستي بشيلهم في جيبي. طب هات اشيلهم معايا. ميرفت روح ودي شيل فتحي قبل ما يبرد.
والله ما في ابرد منك يا اخي. بدك مني الفلوس عشان تصرفها على ترابيزه القمار. ليه من الدور يا ميرفت؟ مش هيبقى في البيت وهنا. يا ريته بيحوق فيك الكلام. انت خلاص القمار لحس دماغك من ناحيه والكمبيوتر من الناحيه الثانيه، وانا ولا كاني ليا لازمه في حياتك، مش هتاثر العمر. بتقوم زنك يا شيخه. ايه يا جماعه في ايه؟ ما تهدوا. انتوا بتزهقوش من خناق؟ ما تقول لي صاحبك اللي حرق دمي بعمايله السودا دي، وانا اللي اتصيت في نظري وقلت ان تحت القبه شيخ. معلش. ما راح ادي الشاي لفتحي. ولينا كلام تاني نكمله في البيت لما اشوف انا ولا انت. ايه ده؟ احنا نشمع على بعض. ايه ده؟ شو على مراتك اكرم؟ ايه ده عليها؟ سيبك منها يا عم، وليه يا زنانه؟ دي بتاخد مني ضرايب. حاجة يا مرفت؟ أبدا، قلت أجيب لك الشاي قبل ما يبرد. طب متشكر، حطي عندي. مالك؟ واقفة ليه؟ أبدا، بشوفك لو محتاج حاجة تانية. لا مش محتاج حاجة. اتفضلي أنت بقى. صحيح، البطن قلابة. أنا مش عارفة أكرم ده أخوك إزاي. قصدك إيه؟ قصدي يا بخت الست اللي هتعاشرك يا فتحي. هتعاشر الراجل دماغه توزن بلد، وهيعرف يساعدها كويس. اسمعي يا ميرفت، أكرم أحسن مني بكتير. مش عشان خاطر حاجة، عشان خاطر بيحبك. وبقى الدنيا كلها عشانك. ومصيره ينسى القمار ويعرف يساعدك كويس. وبعدين عادي، كلنا بنغلط. بس أنا اخترت غلط، ولا يمكن أسامح نفسي أبدا. أنا لازم أقولك على اللي جوايا يا فتحي. أنا خلاص تعبت. أنا كل ما أحاول أقرب لك أنت بتبعدني عنك، وكل ما بحاول أنسى أبص لك وأبص لأكرم بتحسر على نفسي. قلت لك أكرم بكرة هيعقل. بس أنا تعبت، مش قادر استنى. انت اتجننتي؟ ايوه اتجننت. انا طول عمري نفسي في واحد زيك. انت بتقولي ايه؟ انت مرات اخويا، عارفه يعني ايه مرات اخويا. بطلي بقى شغل العوالم اللي انت فيه ده. جراي انا ممكن افضحك على الكلمتين اللي انت بتقوليهم دول. اوعى تكون فاكرني كنت عايزه اكرم. لا انا كنت عايزاك انت يا فتحي. كلمه زياده وانا ممكن اخلص منك دلوقتي حالا، انت فاهمه؟ اقتلني وخلصني. اسمعيني يا مرفت، انا كاني ما سمعتش حاجه. ده مش عشانك، ها؟ ده عشان خاطر اكرم اخويا اللي بيحبك. سامعاني يا مرفت؟ حاضر يا فتحي، بس اللي جوايا هيفضل جوايا غصب عني وعنك. اقولك ايه، كفايه لغايه كده. غوري من هنا. مش عايز حد من اللي بره يعرف حاجه ولا يحس بحاجه. حاضر يا فتحي، انا هفضل اسمع كلامك وارجع لاكرم. عارف ليه؟ عشان افضل جنبك. بس عقله انت بقى بدل ما اطير من ايديكوا بدري بدري. سلام يا كبير. كسر مات الملك. انت يا اخي مفيش فايده فيك ابدا، ما بتعرفش تخسر. ومش ناوي اخسر ابدا طول عمري، عشان اللي زي لما بيخسر بيموت. ايه يا فتحي؟ ايه السيره اللي زي الزفت دي؟ ربنا ياخد لك طول عمر. ما تقولش كده تاني. ما تشغلش بالك. جاي دور تاني؟ ماشي، ولو اني يعني عارف نهايتها من الاول، بس نحاول برضه. ألو، الراجل بلغني إن التحويل وصل، وبقيت حسابك هيبقى عندي النهاردة بالليل. طب عظيم، يبقى نتقابل في نفس المكان ونخلص. بس خلي الميعاد متأخر شوية، عشان النهاردة عندي افتتاح معرض. مفيش مشكلة، أنا هستناك، بس متأخرش أوي. أوكي، سلام يا فتحي.
استفسارك بيه؟ خلص مع الزبون؟ ايوه، وهقابله الليله واستلم منه الباقي. العب العب يا لعبه كتربو حبيبي. ايه اللي حصل؟ قول كلام مشبرك. الو، ايه يا مرفت؟ ايه في ايه؟ ايوه يا فتحي، اكرم عندك؟ يعني ايه اكرم عندك؟ هو مش معاكي؟ لا، وصلني البيت وقال لي هيروح يجيب حاجات، ولحد دلوقتي لسه ما رجعش. يعني ايه ما رجعش؟ هيكون راح فين؟ شوف انت اخوك بقى بيروح فين، خصوصا بعد ما يقبض منك. طيب خلاص اقفلي يلا، وانا هشوف الحكايه دي وبكلمك. سلام. يا فتحي في حاجه ولا ايه؟ اكرم مروح لغايه دلوقتي. يا سيدي الغيب حكيته معاه. ما انت راح فين طيب؟ اكرم مش هيجيبها البر. الواد ده عايز له قصه ودن كبيره عشان تفوقه. طب استنى يا فتحي خدني معاك. فتحي انت ممنوع. خليك في حالك. راح فين بقولك؟ ان شاء الله خليك في حالك. يلا يا اكرم. ايه يا فتحي فين؟ يلا يا اكرم. يلا ايه بس، مش هينفع فتحي اللعب الشغال والناس. يلا! اتفضل. معلش بقى، الليله دي قضوها حاف كده. زي ما سيوا تربو. كل واحد في مكانه. ليلتكوا فل. فين خليك يا باشا؟ شكرا يا باشا. شغل. فتحي انا خسرت من كام يوم وكان لازم اعوض الخساره دي. وكسبت؟ ها؟ ما ترد؟ كسبت؟ ما انت جيت قبل ما اكسب يا فتحي، كنا خلاص شغالين وبنلعب. و300 400 جنيه اللي كانوا قدامك اللي فاضلين من 5000 جنيه اللي انا مديهم لك. انت ايه يا؟ انت جبله؟ خلاص ما بتتعلمش يا فتحي. خلاص ما بتتعلمش. خلاص يا فتحي. ايه يا فتحي في ايه؟ اخوك يا اخي بيتدلع عليك. هات مفتاح العربيه. ليه؟ هات مفتاح العربيه. هات المفتاح بتاع العربيه يا عم. اديله صفت يا عم. عايز المفتاح ليه طيب؟ اخلص ولا ترميه في البيت بتاعه. تاخد العربيه تروح بيها، خليه كن شويه بدل الصرماحه اللي هو عايش فيها.
والله العظيم يا أكرم أنا صبر عليك كتير، ها؟ لو صبري نفد هخليك تشوف وشي تكره حياتك بيه، ها؟ أوعى! خلاص يا فتحي. يلا يا أكرم. يعني ينفع عني اللي حصل ده؟ إيه ده خلاص يا أكرم. إيه يا عم المعاملة دي؟ يا عم خلاص بقى. أنا مش عارف صغير يا ماء. خلاص حقك عليا خلاص. هو إيه ده دلوقتي؟ خلاص بقى في إيه يا؟ منظر إيه طيب قدام الناس اللي جوه دي يا أخي؟ ولا يهمك خلاص. شفت جبت لك إيه؟ قمر الدين هو اللي أنت بتحبه. انت بتهزر يا ماهر؟ اديك بالجزمه يعني. يلا دي اركب اطلع العربيه خلاص بقى. ما ينفعش يا ماهر اللي بيحصل ده، مش كل شويه هو يجي يعمل معايا الحاجات دي. يلا طب يلا. مش عارفه تجيب لك منين بصراحه، بس احنا تعرفنا على بعض في كليه فنون جميله، وبعد ما تخرجنا اتجوزنا، وبعدها بكم شهر جاله عقد عمل في الخليج. طبعا ما قدرتش اقول له لا، علشان اكيد عايزه مصلحه جوزي في الاخر، على اساس ان هو يبعت لي بعد شويه. وهو فعلا بعت لي، بس بعت لي بقى ورقه الطلاق. هو هناك اتعرف على واحده كبيره في السن معاها فلوس كتير ومتريشه، يعني قرر ان هو يتجوزها عشان تصرف عليها. الموضوع كان بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي، ما قدرتش استحملها، خاصة يعني بعد ما بابايا ومامتي ماتوا، فحسيت ان انا وحيدة قوي، وحسيت الدنيا وحشة قوي في عليا، الدنيا لونها اسود، رغم ان انا عندي اخ، بس هو وجود وعدم واحد، موجود ومش موجود، بشوفه كل فين وفين، يعني ممكن تقول في السنة مرة مثلا. كان صعب قوي، صعب قوي اللي انا عديت بيه، خدت وقت كتير قوي لحد ما عرفت اخرج من اللي انا فيه ده، بس قررت ان انا اقف على رجلي، ما عنديش حل تاني غير ان انا اقف على رجلي. فأول حاجة فكرت فيها إن أنا أشتغل في الحاجة اللي أنا بفهم فيها، اللي هي المعارض واللوحات والرسومات والحاجات دي، فخدت قرار إن أنا هعمل كده، وكل الناس اللي حواليا شجعوني، وأولهم أستاذي في الجامعة شجعني قوي، هو شجعني كتير بصراحة، وحسسني الحياة وردي وجميلة وان انا مبدعه واحسن رسامه في الدنيا، وانا صدقته طبعا، بس للاسف ما طلعش بيبص لي نظره استاذ اللي تلمسته، طلع بيبص لي نظره راجل عينيه مليانه شهوه، شهوه في جسمي بس، نظره راجل طمعان في واحدة متطلقة ملهاش حد يحميها. فبعد ما رفضت طبعا الاستاذ ما قدموش حل تاني غير انه هو يلغي المعرض، والموضوع ده حصل قبل ما اعرف حضرتك بتلات. شفت بقى انا ليه كنت متدهولة وحالتي بالبلا، بس كده. انا لما سألتك عن حياتك كنتش متخيل ان انت هتحكي لي كل حاجه بالتفصيل، وانت لسه ما تعرفنيش. مش عارف، عارف لما تحس مرات انك عايز تتكلم مع حد ما تعرفوش، حد ما فيش بينك وبينه اي حاجه، ما فيش بينك وبينه اي تاريخ، ولا هيبقى في بينك وبينه حاجة في المستقبل، تحس إن أنت عايز تفضفض له، تتكلم معاه، تحكي له عن مشاكلك، تاخد رأيه في حاجات كتير قوي يمكن هو اللي حلها لك،
لو كنت لقيت الإنسان ده من الأول يمكن ما كنتش وصلت نفسي للي أنا وصلت له، يمكن ما كنتش حطيت نفسي في الموقف المحرج اللي أنت شفتني فيه المرة اللي فاتت. بس والله العظيم أنا مش كده، والله أنا مش كده. أكيدش هتصدقني وتقول البت دي هبلة. ازيك يا سراج؟ معلش يا فتحي اتاخرت عليك شويه. لا ما اتاخرتش ولا حاجه. مين اللي انت كنت قاعد معاها دي؟ اللي انت كنت قاعد معاها دي مين؟ دي؟ ولا حد. ايه؟ اسمها رغمزت ولا ايه؟ انت عارف يا سراج انا لا احب ارتبط بحد ولا صاحب حد. المهم ما تعلقش بحد، خصوصا الستات، لانهم بيشغلوا البال، واللي زي حالتنا لازم بالهم يبقى رايق على الاخر. انا اتعلمت منك يا استاذ احسن حاجه للواحد فينا انه يبقى خفيف خفيف. يا عيني عليك. خد يا سيدي ده ملف العمليه الجديده، عايزك تدرس كويس قوي وترتب نفسك بس في اسرع وقت. ودي دفعه تحت الحساب. يا لعبك يا استاذ. حبيبي يا توح. سلام. سلام. عارف لما تحس مرات انك عايز تتكلم مع حد ما تعرفوش، حد ما فيش بينك وبينه اي حاجه، ما فيش بينك وبينه اي تاريخ، ولا هيبقى في بينك وبينه حاجه في المستقبل، تحس ان انت عايز تفضفض له، تتكلم معاه، تحكي له عن مشاكلك، تاخد رأيه في حاجات كتير قوي يمكن هو اللي حلها لك. زي ما بقول لك كده يا عم، انا راجل على باب الله وسراج بيه معرفه قديمه وحبيبي قوي، يعني قصدت يشوف لي لقمه عيش فدلني عليك. ايه لقمه عيش على باب الله دي؟ انت فاكر سراج بعتك فين؟ وفاء والامل. حلو. شوف يا عمنا شكلك كده راجل دغري وانا احب كده قوي، ان شاء الله لما تجربنا هتنبسط مني على الاخر. انت صوابق يالا؟ وايه الحكايه؟ وسراج بيه مش ملغيكوا على المفيد؟ ايه لازمته بقى يالا واللون اللي انت عامله؟ اسمعني يا غنيم، لو عايز تشتغل معانا وتاكل بدل العيش بقلاوه يبقى تنفذ الكلام اللي هيتقال لك عليه. علم وينفذ يا عمنا. وانا ما يفرقش معايا انت كنت شغال ايه ولا بتعمل ايه، انا اللي يهمني انت هتشتغل معانا ازاي. اقولها لك على بلاطه من الاخر، لما مشيتش عدل بس ربي ولا الجن الازرق هيحميك مني. الشغلانه بتاعتنا دي ممنوع فيها الغلط، لان الغلط فيها بيزعل. زي ما بقول لك كده يا عمنا، انا راجل على باب الله وسراج بيه معرفه قديمه وحبيبي قوي، يعني قصدت يشوف لي لقمة عيش فدلني عليك. ايه لقمة عيش على باب الله دي؟ انت فاكر سراج بعتك فين؟ وفاء والامل؟ حلو. شوف يا عمنا شكلك كده راجل دغري وانا احب كده قوي، ان شاء الله لما تجربنا هتنبسط مني على الاخر. انت صوابق يالا؟ وايه الحكايه؟ وسراج بيه مش ملغيكوا على المفيد؟
ايه لازمته بقى يالا واللون اللي اسمعني يا غنيم، لو عايز تشتغل معانا وتاكل بدل العيش بقلاوه يبقى تنفذ الكلام اللي هيتقالك عليه. علم وينفذ اعمله. وانا ما يفرقش معايا انت كنت شغال ايه ولا بتعمل ايه، انا اللي يهمني انت هتشتغل معانا ازاي. واقولها لك على بلاطه من الاخر، لما مشيتش عدل تصرف بيه ولا الجن الازرق هيحميك مني. الشغلانه بتاعتنا دي ممنوع فيها الغلط، لان الغلط فيها بيزعل. قلنا علم وينفذ عمنا. ماشي يا عم غليل، مع ان المشرحه مش مصلحتنا. وانا قتيل المصلحه. هلا هو المكان الاناجة الطويل العريض ده ما فيهوش حد يعمل لنا اصطباحه؟ اصطباحه دي تشربها في بيتك قبل ما تودعها. قلت لك عمنا على باب الله، يوم هنا ويوم هناك، ما تشوف لي حته اتوى فيها معاك واقل له ابقى تحت نظرك لحد ما تطمن لي. تربو، خد الهديه دي تويها عندك اليومين دول لغايه ما نخلص العمليه. تصدق ان انا كان قلبي حاسس انك هترازني بيها. ما تقلقش يا عم تربو، مش هتحس بيا خالص، ده انا نسمة. تعيش وتهدى يا فتحي. صباح الفل يا اكرم. ايه اللي اخرك؟ لا مفيش. مرجو صمامي بتيجي معايا فاضطريت استنى لحد ما تجلس. انت عارف بقى الستات يومهم بسنه. بزهق من القعده في البيت لوحدي. ومن سمعك؟ اوحش حاجه الواحد يقعد في البيت لوحده. اساليني انا. طول عمري عايش وحداني. ويطلع مين الاستاذ وحداني؟ ده غنيم بعته لنا سراج. اكرم اخويا. مرفت مراته. يا اهلا وسهلا يا مدام، فرصه سعيده. مرفت خش اعمل لنا كوبايتين شاي. عناي. هو ايه النظام؟ مفيش. سراج بعد غنيم عشان خاطر يشترك معانا في العمليه الجايه. بجوده يا عم اكرم. بجوده ازاي يعني؟ بقول ايه؟ مش عايز رغي كتير. احنا عندنا عمليه مهمه. عايزين نتكلم في المفيد، والعملية دي محتاجة ترتيب ما يخرش المية. كل واحد فيكم يركز هيعمل ايه. شايل غلطة في عملية زي دي بفورة. اظن فاهمين. اشمعنى يعني اول الاسبوع اللي جاي؟ يعني ده الميعاد اللي هتتنقل فيه الحاجة، ودي الفرصة الوحيدة اللي قدامنا نقدر نحط ايدينا عليها. بس عملية زي دي محتاجة ترتيب وتجهيز. واحنا كده هنلحق؟ احنا قدامنا اسبوع، لو كل واحد فينا نفذ اللي عليه هنلحق وزياده. ها اي اسئله تاني؟ على البركه عمنا، كله على الله. على الله. يلا تربو خد شايك وزق عجلك انت وغنيم واتكلوا على الله، وبكره تجيلي عشان نرتب كل حاجه. باذن الله العمليه هتتم زي السكينه في الزبر، بس انت قدم المشيئه ان شاء الله. طب يلا يا اخويا، ولا انت ناوي تبات هنا؟ اخش دورة المايه اللي انا محصور. مش دورة المايه كده برضو على طول في يمين. ايه ده؟ امشي من غير ما اجي اشكرك على احلى كوبايه شاي شربتها من سنين. متشكره يا اسمي غنيم. غنيم عشماوي العنتيل، ما تنسيش الاسم ده. ويا ريت لما اجي تاني تكوني موجوده هنا علشان تتحفيني بكوبايه شاي حلوه من ايدك الحلوه. يلا يا غنيم
ولا انت هتبات عندك؟ حالا اهو. اشوف وشك بخير وقريب. على فكره جوزك ده راجل يتحمل. هو اللي يتجوز امرايا زيك يبقى اكيد بيقدر. يبقى لازم يتحمل. يلا عم تربو. يلا اخويا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما نظيفة ما تقلقش. ما طاهرة. أنا مش فاهمك الصراحة يا فتحي. في إيه؟ إحنا من إمتى مدخل حد غريب وسطينا؟ العملية محتاجة واحد رابع. وما لقيتش غير اللي اسمه زفت ده؟ عادي. سراج بعتهولي قلت اجربه. انا مش مستريح له. المهم انه يسد. والمهم الاكتر ان حضرتك تركز في شغلك. عشان العمليه دي عايزه نكون كلنا زي راجل واحد بينفذ عمليه واحده. اتفقنا؟ المهم صفيت مع ميرفت؟ صفينا يا سيدي. بس ايه بقى؟ بعد ما خدت كل الفلوس اللي فضلت معايا. والله برافو عليك. يلا معلش اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. المهم انا عايزك بكره اول ما تصحى تعدي عليا عشان نروح نعاين مكان العمليه. تمام. اول ما اصحى تلاقيني عندك. عمليه سعيده. انا اسعد. ساكن هنا؟ اه. حلوه الخرابه دي. ما انا عايز ناخدك فين يعني؟ هو ده الموجود. وعلى العموم لو المكان مش عاجبك نفرك حته تانيه اتكوى فيها. لو على ايه؟ انا الاقي مات واحده من كده فين؟ لا اقول لها ترم. الحقيقي ميرفت دي مرات اكرم. وانت مالك انت سكت مراتها ولا لا؟ بسال يا نجم. هو السؤال حرم؟ وبعدين منك نستفيد يا عمنا. بقول لك يا غنيه امسك دي. امسك يا كلب يا ابن الكلب. بقول لك ايه؟ هو قلت لك تخليك حلو احسن. بتقول انا الكلام ده؟ بتقول الكلب اللي كان هيبش شويه ده. خلاص يا ديزل ايه؟ اسمه ديزل؟ انت ليه شادد حيله علينا وفتح الرابع؟ خلاص يا صاحبي. غنيه ده صاحبي برضه. هيا نسمع يومين كده وبعد كده هيروح لحاله. ايه هو ده؟ هو صاحبك وانا صاحبك؟ ده كده بقيت انا والكلب واحد يعني؟ لا حاسب يا غنيم. ده صاحبي بجد. بعيشة حب. ده انتيم يا غنيم. لكن انت حيالله لسه معرفت النهارده. ويا عالم بكره هتكون فين؟ خلاص يا صاحبي. هو بيني وبينك رخم. شكله يقرف الكلب مؤاخذة. بس معلش احنا مضطرين نستحمل اليومين دول لحد ما نخلص اللي ورانا. عايزك تمشي وراهم بس من بعيد عشان نعرف خط السير العربية.
ازيك يا مرفت؟ ازيك يا مرفت؟ خش يا غنيم. ازيك يا مدام؟ اهلا. امال الجماعه فين؟ خرجوا وسايبين لكم خبر تستنوهم لحد ما يرجعوا. يرجعوا على اقل من مهلهم، يوصلوا بألف مليون سلامه. اعمل لكم شاي؟ اه والنبي الشاب ونعناع المتين بقى عشان نظبط الطاسه. طيب على اذنك. اه فتحي انا وصلت انا غنيم عندك البيت. نستناك. بقول لك يا فتحي في حبه حاجات بس عايزك تجيبها وانت جاي. هقول لك اهو. خد عندك. اي مساعده يا عمر؟ دول كوبايتين شاي مش وليمه يعني عشان تساعدني فيهم. انا غرض اريحك. خايف الايدين الحلوين دول النار تلسعهم. ما تلم نفسك يا جدع انت وبلاش اللون النواعمي ده معايا. النواعم اللي زيك ما ينفعش معاها غير اللون النواعمي ده. ما تبطل نحنحه بقى وتلم. يا ريت اقدر حلو يشوف واحده في حلاوتك وجمالك ويمسك نفسه، يبقى بارد يا مغفل. وانا لا ده ولا ده. انا بقدر قوي ودمي حامي قوي قوي قوي. طب روح اقعد مكانك يا ابو دم حامي لحسن ماهر ياخد باله، ساعتها يقول لفتحي واكرم يسيحوا دمك الحامي قوي قوي قوي. وغلاوتك عني انا ما يفرق معايا حد ولا يهزني مخلوق. انا حاجه واحده بس اللي هزتني، حلاوتك وجمالك يا مرايا. ما تلم نفسك. بقولك ايه، انا مش عايزه مشاكل ولا غاويه قلق. ماشي يا ست الكل، طالما مش هينفع نتكلم هنا يبقى نشوف امتى وفين عشان اقابلك واقولك الكلمتين اللي انا عايز اقولهم لك. ده انت مجنون بقى. مفيش احلى من الجنان. انت بتعمل ايه؟ هتشوفي دلوقتي. انا هطلب نفسي من عدتك. تمام؟ ماشي يا فتحي. خلاص ماشي. خلاص اوكي. هنستناك عندي بالليل في العشاء. مع السلامة دلوقتي يا فتحي. مع السلامة. وصلت. سجلي نمرتي وانا هسجل نمرتك. وهنتكلم. هكلمك قريب يا قمر. كنت جاي بتعمل ايه يا غنيم؟ هكون بعمل ايه يعني؟ بشرب بق ميه. وحياه امك؟ يا واشي يا واشي يا عم تربو. وحياه امي. العصبيه مش حلوه للي في سنك. الشاي يا رجاله. نقدم انا اعدامها يا قمر. انا اشرب الشاي بره اللي الجو هنا بقى خانقه. مرفت. ايوه يا ماهر. الواد ده كان عايز منك ايه؟ ولا حاجة. امال كان بيقول لك ايه جوه في المطبخ؟ اهو بيرغي في أي كلام. وأنت كمان طبعًا اديته له ودنك. أنا لا اديته ودني ولا اديته أي حاجة. وبعدين ما تروق يا عم ماهر، ما حصلش حاجة لده كله يعني. اسمعيني كويس يا مرفت. الواد ده صايع وشكله كده بياع كلام. على نفسه يا عينيا. وبعدين ما دي الأشكال يا أخويا اللي بتلموها علينا. أنت عارفة كويس أوي إن أكرم وفتحي أكتر من إخواتي، واللي يمس شرفهم يمسني أنا كمان. بس أنا بقى هعديها المرة دي عشان الناس دي لو شمت خبر هيغدروا بيه ويتوهوه. وأنت كمان عارفة أكيد هينوبك من الحب جانب. أنا ما عملتش حاجة غلط عشان تهددني يا عم ماهر بفتحي وأكرم. أنت كده فهمتني غلط. بالعكس أنا مش بهددك ولا حاجة، أنا بس بنصحك اوعي ابدا تنسي انك ست متجوزه وانك مش في الكباريه. تلاغي ده شويه وده شويه وتاخدي كل اسبوع على قد دماغه. الكلام ده يا بنت الناس هيفضل سر بيني وبينك، لاني مش هقوله تاني. وعقلك في راسك
تعرفي خلاص يا كاميرا. غنام طلع عشان اشيل. ايه هما الجماعه مش جايين ولا ايه؟ استنوا عندي. ماشي. هتأخر عليك. أمالي بيه. اهلا اهلا ابو الفتوح. طب يا امير خلصت اللي قلت لك عليه؟ ها ايه الاخبار يا فتحي؟ كله تمام. جبت لي الفلوس؟ اتفضل يا سيدي. الدور الباقي عليكم بقى يا بطل. العميل هيطلب نقل حاجته من البنك وانتوا عليكم تنفذوا وتخلصوا. كله هيتنفذ زي ما انت عايز واحسن شويه. هي عاجبك اللوحة دي ولا ايه؟ مش بطالة. بس هو انت بتشتري اللوحات دي منين يا سراج؟ لا انا ما بشتريش لوحات. الرسامين والفنانين هم اللي بيجيبوا لي اللوحات بتاعتهم بعرضها عندي هنا. اللي بيتباع بدلهم فلوسهم بعد ما اخصم عمولته طبعا. انما انت بتسأل ليه؟ عايز تقطع عليا ولا ايه؟ لا انا ماليش في الشغلانة دي. بس لو عندي حد بيرسم لوحات احسن من اللوحات اللي عندك دي، تعرضها له في المعرض؟ ولو ان انا ما بعرضش عندي اي لوحات، انما لو من طرفك يا فتحي يكرم عشان خاطرك. الله يخليك. على العموم هاتهولي علشان اشوف واتعرف عليه. انت هتتعرف عليه ليه؟ لا ما انا لازم اتعرف عليه واشوف شغله عشان اعرف اخدمه ازاي. طب تمام، خلينا في اللي احنا فيه الاول وبعدين نبقى نشوف موضوع الصور ده بعدين. سلام يا استاذ. سلام ابو الفتوح. على فكره يالا اللي انت بتعمله ده غلط كبير كبير قوي. وفي يا عم ماه اتلخص وقت من الاخر، هات اللي عندك. سكه ان احنا هروح امك مع مرات اكرم تبطلها احسن. لا 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 مش حلو الكلام ده، انا ماليش في السكه دي نهائي. ولا لو كنت فاكر نفسك صاعق قرات وقارح، فانا الدنيا ياما لطمتني وخدت مني رئات وشفت منها من كل صنف ولون. ولو كانت الظروف الزفت دي رميتك علينا وعايز تاكل معانا عيش وترزق، يبقى تخليك في حالك احسن. لان صدقني لو اكرم وفتحوا خدوا خبر هيتوك ومحدش يعرف لك طريق بره. انت تعمل حكايه من الهواء يا عم ماهر؟ بقول لك ايه، انا راجل دغري واكره ما اكره في حياتي الخيانه، ولا يمكن اعض الايد اللي اتمدت لي. والله هنيم انت لا هتعرف تعض ولا تقرص، لانك قبل ما تفكر تفتح بقك هنكون كسرنا اسنانك. وايه لازمته الكلام ده؟ ماشي يا عم، حتى كلمتين المجامله اللي بقولهم للست ميرفت بنية صافية بلاش منها. اوعى تكون فاكر اني رباكم بالاوانطة. انا هفضل مراقبك كويس اوي، وعيني مش هتنزل من عليك، وانا مش لوحدي. اوعى تفتكر ان فتحي مش واخد باله، هو يبان كده سهتان، بس اقسم لك بالله انا عارف فتحي كويس اوي. فتحي قديم وقارح، ولو شم خبر باللي انت بتعمله ده هيضيعك.
ولاني مش فاهم ايه لازمة الكلام ده كله، لكن ماشي يا عم ماهر. الطيب احسن مش كده ولا ايه يا راجل يا طيب؟ باشا لحد الزور بقى. تمام كده؟ تمام. من قاعدة زميل؟ ازيك يا عدو؟ تاح وحشنا قوي تاح. انت اكتر. عامل ايه؟ خرجت من السجن امتى؟ يعني بقالي مده كده. والدنيا عامله معاك ايه؟ اهو بتخبط فيا وخبط فيها وعايش. عايزين نتقابل الليله. انت هتخلص شغل الساعه كام؟ كمان ساعتين. ده رقم تليفوني. الله، ايه ده يا سعادة؟ انت سايب شغلك وقاعد ترغي مع الزباين؟ شوف العربية اللي داخلة دي وبطل رغي يا بلد. الليلة تغسلش ايدك قبل ما تكلمني. شكرا. هو فكي؟ هو. طب وايه اللي دحضر حاله كده؟ الدنيا ملهاش امان يا اكرم. يا ريت تتعلم. يلا وصلني وبعدين خد مراتك روحها ونتقابل بالليل عند تربة. ماشي. يجيب الباقي. ماشي يا زميل. شكرا. يا عدوي. العملية هتتم بكرة وأظن كل واحد عرفه هيعمل إيه. هيا تربو، أخبار العربيات إيه؟ كله تمام يا فتحي. وأنت يا أكرم؟ جاهز. ونيم بكرة مش عايز أي تهور. ها؟ ما تقلقش يا عمنا وما تشغلش بالك بيا. أنت قدم المشيئة وكله هيبقى تمام إن شاء الله. بكرة نتقابل في المكان اللي أنا قلت لكم عليه. مش عايز حد يتأخر. فاهم يا أكرم؟ فاهم. فين؟ حد عنده أي أسئلة؟ خلاص سيبكوا تناموا بقى وهتكل أنا وأكرم. يلا يا أكرم تصبح على خير يا تربة. يا وصل. يلا يا باشا. سلام يا منير. أكرم باشا. باشا وربنا. يا عم انت اللي باشا. أكرم يا ريت تروح على طول وتبطل عط. راجل احنا فاضيين للكلام ده. ليلتك باندة يا تربو. حبيبي أكرم. يلا سلام يا تربو. استنى يا فتحي أنا عايزك. خير في ايه؟ الواد اللي اسمه هنين ده ماله؟ ايه يا ترب ماله؟ بصراحة يا فتحي أنا مش مرتاح له خالص. مش نازل لي منظور. الكام يوم اللي عاشرت فيهم اتأكدت قد إيه واد واطي ما يصدرش. صدقني يا فتحي الواد ده ما ينفعش نأمنه على أسرارنا. بص يا تربو الواد ده عرف عننا كل حاجة. يعني الفاس جت في الراس وفي نفس الوقت ما قدرش امشي وهو عارف تفاصيل العملية. بس كمان هو جاي من طرف سراج وانا مش عايز اعمل مشاكل مع سراج خالص.
عشان خاطر العملية بكرة. فيدي عندك حق، بس بقول لك يا فتحي، أول ما نخلص اللي ورانا لازم نغور الواد ده ونديله سكة. أنا في واد حاطط عيني عليه، لو وافق هيبقى مكسب كبير أوي. أنت ضامنة يا فتحي؟ عشرة عمر، واد جدع، والحالة اتدهورت بيه اليومين اللي فاتوا دول. ده بجد بقى لو وافق ساعتها مش هنحتاج للأشكال الواضحة اللي زي غنيم ده. عين العقل يا فتحي. أنا أهم حاجة عايزة إن احنا نركز في عمليات بكرة، بعد كده يبقى حلها حلال. يلا تصبح على خير. وأنت من أهل يا فتحي. غنيم انت مش هتنام ولا ايه يا ابني؟ لا انا مش جاي لي نوم، لسه بدري، هاخد اشرب سيجاره بره. طب ماشي، بس ما تعوقش. ماشي، عشان بكره عندنا شغل بدري. الو، وحشتيني، قلت اكلمك عشان اقولك تصبحي على خير. عايز ايه يا غنيم؟ الحقيقه كده في حاجه عايز اقولها لك، بس خايف تزعلي. وهزعل ليه؟ يعني اقوله مش هتزعلي؟ مش لما اعرف الاول انت عايز ايه؟ الجدع اللي انت متجوزاه ده عيل كده خفيف تافه مهزوز، املاش العيل، هو ما فيهوش غير حسنه واحده بس. حسنه ايه؟ انه اتجوزك. انا مش عارف انت اتجوزتيه على ايه. كل شيء اسمه نصيب، ودي بقى اسمتي ونصيبي. البني ادم مننا هو اللي بيعمل اسمته ونصيبه، واذا كنت اخترت غلط سهله سيبيه، والف راجل يتمناكي ويتمنى يفرش الارض تحت رجليك دهب. اوعى تفتكر انك هتلبش افكاري. بقول لك ايه، انا مش عايزه مشاكل، وكفايه قوي اللي حصل مع ماهر النهارده. عموما الكلام بينا ما انتهاش، لسه في كلام كتير قوي عايز اقوله لك، بس اللي بقوله بعدين بيني وبينك على رواقه. مرفت، بقول لك ايه، اكرم جه، انا لازم اقفل معاك دلوقتي حالا. مرفت، كنت بتكلمي مين؟ كنت بكلم ماما. ماما؟ يا ساتر. طيب يلا قومي اعملي لك عشان ممكن اقوم. ماشي. ما تتحركي يا بت. يلا يا رخامة امي. عارف يا عدوي، على قد ما انا مبسوط ان انا شفتك النهارده، على قد ما انا متضايق على الوضع اللي انت فيه. ايه يا ابو الرجاله؟ ده انت كنت راجل تفوت في الحديد، ايه اللي كحولك كده؟ السجن يا تاح، السجن المره دي هدني. خرجت لقيت الوليه شغاله خدامه في البيوت عشان تصرف على العيال وما تتفضحش. الكلاب اللي كنت اقويهم وخيري عليهم مفيش ولا واحد وقف جنبها ولا سال عليها من ساعه ما اتسجنت. ما انت كنت في حضن، بعدين اختفيت وقلت عدوني ما حدش عارف طريقك.
المهم انت لازم تشوف نفسك تاني. انت عارف انت كنت بتكسب قد ايه؟ لا انا كده تمام. الولايه حلفت عليا لو ما توبتش توبه نصوحه لا هترجع لي لا هي ولا العيال. وبيني وبينك عندها حق. الست دي بتحبك، بتخاف عليك، تشيلها فوق دماغك. لكن قولي عامل ايه في الشغلانه بتاعت البنزينه دي؟ رضا؟ لا رضا الحمد لله مشياني وستراني كده لحد ما ربك يفرق كده بشغلانه حلوه. لو جبت لك شغل يرحمك من الشقه اللي انت فيه ويبغددك وياكلك الشهد ويأمن لك مستقبلك انت وعيالك، يبقى ايه رايك يا عدو؟ لو بالحلال انا رقبت ليك يا فتحي، انما لو شغلنا شمال بلاش. انا عمري ما مشيت شمال يا عدو. انا كل الحاجات اللي بعملها عمليات كبيره ومدروسه، بنرجع الحق لاصحاب، ده كل ما في الموضوع. وفي الاخر بناخد عمولتنا، ومش عموله صغيره، لا عموله كبيره. وبصراحه كلامك حلو وشكلها عمليه طريه ولومتها حلوه، بس بصراحه القرش اللي بيجي من السكه دي ما فيهوش بركه واخرته حبسه. وانا من الاخر كده جدتي تعبت من لومه البرش وعايز اتمم التوبه. ما تزعلش منك فتحي، انا اللي في قلبي بقوله يعني انت اخويا وحبيبي، بس انا يعني عايزك توديني، مش لازم يعني شغل ولا ايه؟ تمام يا عدو، رقمي معاك، وكلمني في اي وقت عشان اطمن عليك. ماشي يا صاحبي، استاذنك انا بقى. عدوي، طالما طوبة نصوحة انا بابي مفتوح لك، ورقبتي سدادة في وقت. طول عمرك كبير يا فتحي، انا مش محتاج حاجة يعني، انا عايز سلامتك بس. خد بالك من نفسك، اشوفك على خير يا صاحبي. خلي بالك منك. الو، ايوه معتز، بقول لك مفيش اي جديد عن النشره اللي بعتناها لمديريات الامن عن اللي اسمه ماهر ده؟ اه طب بكره الصبح لما تروح المديريه عايزك تتابع القصه دي وتشوف لو في اي جديد. اه بقول لك يا معتز، انا بكره عندي مشوار احتمال اتاخر عليكم شويه، لو في اي حاجه اتصل بيا على طول. يلا تصبح على خير. Thank you.
خير. امال فين سهى؟ سهى راحت المدرسة. هي مش هتيجي معانا للدكتور؟ لا، الدكتور طالبي قابلك لوحدك. وانت مش جاية معايا؟ لا طبعا جاي. طب يلا بينا. يلا. سمعت أكرم؟ سمعت. جاهز؟ جاهز. احنا داخلين عليكم اهو. تمام. ماهر. ايوه فتحي. انت جاهز؟ جاهز. الموضوع صعب قوي، في ثلاثة قتلى والعملية معمولة باحتراف. تمام عليك. ايه اللي حصل يا عصابة هجمت المصفحة، قتلت السواق
والاثنين الحراس. والفلوس؟ فلوس زي ما هي في العربيه، مفيش حاجه اتلمست. الله، امال ايه اللي اتسرق؟ مفيش حاجه، بس واضح ان العمليه دي اللي عملها نفس العصابه اللي سرقت البنك تقريبا كده. طيب انا عايز تقرير ونطلع المديريه نشوف ايه الموضوع ده. يلا. معلش يا فتحي، الفلوس هتأخر المرة دي شوية. اشمعنى؟ يعني على العميل ما يصرف قيمة التأمين وفي نفس الوقت يطمن البضاعة كاملة. ايوه، يعني هنقبض امتى؟ اسبوعين ثلاثة بالكتير. تمام، خلي الصندوق معايا لغاية ما تجيب الفلوس، وبعدين ابقى سلم واستلم. ليه؟ مش واثق فيا ولا ايه؟ لا انا واثق فيك، بس في ناس تانية انا مش واثق فيها. مالك يا فتحي؟ أول مرة أشوفك عصبي كده. هو حصل حاجة في عملية النهاردة؟ بلاش تعرف إسراك، بلاش. الله يا فتحي، أنت من أنت بتخاب عليا يعني؟ من الكلب اللي أنت رزتنا بيه اللي اسمه غنين. ماله، عمل إيه؟ فاكر نفسه داخل حرب. بعد ما خلصنا العملية قام قاتل الحرس وقام قاتل السواق، وأنت عارف إن أنا ما بحبش الدم. المهم ان العملية تمت في السليم ورجعتوا بالمطلوب ومفيش عليكوا اي حاجة. يعني ايه تمت في السليم؟ بقول لك في ثلاثة ماتوا. فاهم يعني ايه ثلاثة ماتوا؟ ما تهدى بقى يا فتحي، امسك نفسك شوية. طب فرضنا انا مسكت نفسي، تفتكر البوليس هيمسك نفسه؟ ده هيحفر علينا بايديه واسنانه لغاية ما يلاقينا، وساعتها مش هيرحمنا. في دي عندك حق. عشان كده عايزك تكن اليومين دول انت ورجالتك لحد عين البوليس ما تغفل عننا. يكون في علمك يا سراج ان غنيم مش هيعدي من تحت درسي، وهفرمه ومحدش هيقدر يحميه حتى لو انت يا سراج. ماشي يا فتحي، ماشي. اتكل انت بقى على الله دلوقتي، ولما عمولتك توصل هبقى اكلمك تسلمني الصندوق وتستلم فلوسك. بس يا ريت بقى المره الجايه تكون جديد شوية بدل الحالة اللي انت فيها دي. وفتحة اتأخر؟ زمانه جاي. حلو. هناكل واحدة ولا ايه؟ بسم الله. تقرين تاكل على درس وينفع نفسه. سنين في الهباب دوت، ايديا ما اتعصتش بالدم، واول عمليه للكلب ده يعص ايدينا كلها بالدم. ليه؟ 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 حلوة منك يا فتحي، حلوة. لا ملعوبة. فين فلوسي بقى؟ عايز فلوسك يا غنيم؟ آه. تعال خدها عند العربية. ما
صحابك دول يا فتحي؟ مالك يا فتحي؟ شكلك متغير، في حاجة مضايقك؟ مفيش. مالك يا عم بتقولها كده ليه؟ أنا غلطانة يعني إني بسأل عليك؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت مش قلت ان انت مش هتيجي هنا تاني؟ ما من واضح ان انت ما تعرفش ستات كويس. الستات دول ما لهمش كلمه، كل ساعه برايي وكل ساعه بحال. عشان كده عمري ما حبيتهم ولا حبيت افهمهم. ياه، ده انت شايل مننا قوي على كده. المهم سيبك من الكلام ده، قول لي بقى انت شغال على ايه دلوقتي؟ تسالي ليه؟ مش قصدي يعني دردشه يعني. ما بحبش ادردش عن شغلي مع حد غريب. انا اسفه، ما كانش قصدي يعني انا اتدخل في شغلك. من الواضح ان انت مودك مش كويس وعايز تتخانق مع دبان وشك. انا هقدر حالتك وهمشي دلوقتي قبل ما تضطريني انا ازعل منك. ولو الحالة اللي انت فيها دي طولت حبتين انت عارف مكاني فين. يعني لو حبيت انك تفضفض شوية. الو كيف اسراك؟ ايه؟ خليه يقعد في الارض ولا يهمك، اطمن اطمن خالص يا سيدي. انا وقت اللزوم هتصرف، ما تقلقش. بس انت خلص لنا الفلوس بتاعت العمليه اللي فاتت، خلينا بقى نرميها من ورا ظهرنا. يلا سلام، باي. اه يا سراج. انا مش سراج يا فتحي. مين معي؟ انا غنيم. عايز ايه؟ عايز حقي. حق مين يا ابو حق؟ ولا انت تحمد ربنا ان انت لسه عايش لغايه دلوقتي من بعد ما فلتت من ايد المره اللي فاتت؟ بقول لك ايه يا غندور يا امور، انا ما اكلش من الكلام ده. انا هفضل وراك ومش هعتقك لحد ما اخد حقي على دار مليم. اسمع يا احسن لك تنسانا خالص ولا كانك شفتنا. واقولها لك المره الاخيره، لو وقعت في ايدي همسحك من على وش الارض. طب انت كده جبت اخرك معايا، بس الشاطر فينا اللي هيضحك في الاخر. اسمع مني الكلمتين دول يا غنيم، انا لو منك افحت قبر بايدي وادفن نفسي فيه. صدقني ده هيكون احسن ليك كتير من انك تقع في ايديا. انت مش تحاسب؟ مدغور يا عم، يا مش ناقصاك يعني تبقى غلطان وتقول غور. ايه يا عم انت اللي بتلهي فيه؟ تصدق يا راجل يا طيب، انت موصوف النهارده عشان افش غل فيه. الحقوني 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 الحقوني. بس هات يا ابني صوتك صداع، حصلنا على الريس. اركب. خبطني برجلي وعايز يتخانق معايا يا باشا. اركب. طب بالراحه طبعا عشان رجلي بس. اركب. حاضر اهو يا باشا. حاضر. اركب.
اللي فيها بلطجي يلا، ده انا هوريك ايام سودة. يا باشا انا راجل غلبان وفي حالي، اللي حصل ده يعني خناقه بسيطه، ساعه شيطان واتلمت الحمد لله. يعني تضرب السواق وتسيح دمه تقول لي بسيطه يلا؟ يا باشا انا اللي سيحت دمه ولا جيت جنبه، الراجل خبطني ونزل يتخانق معايا وماسك فيا، زقيته بعيد عني، ده كل اللي حصل يا باشا. تمام يا فندم. فاكرين المستشفى؟ وريني يا سيدي. حظك حلو يالا، وامك ده يالا طلعت شويه كدمات والعلاج اقل من 21 يوم، يعني جنحه مش جنايه. شفت يا باشا؟ هي طلعت بسيطه زي ما قلت لسعادتك. وانت عمنا ادي راسك اهي، وعلاجك عندي وحسنت اليوم كمان. وحقن نضاره من عيني. مرضي يابا؟ انا مسامحه يا باشا. او سمعت بودنك يا باشا، احسن بقى من المحاضر والاقسام والقضايا، وجع الدماغ اللي ملوش لازمه ده. قلت ايه يا اسطى؟ موافق؟ او زي ما قال، احسن من اللف على اللسان والاحكاء والمحاكم والحاجات دي يا باشا، واللي تشوفه انت برضه. خدهم يا ابني واعمل لهم محضر صلح. تمام يا فندم. وخلي الواد ده راضي السواق قدامك، ويلا غوره بقى من قدامي. وانت يا ابني ما اشوفكش هنا تاني، لو شفت وشك هنا تاني هوديك في 600,000 داعيه. لم نفسك وامشي جنب الحيطه احسن لك. يلا غوره. السلام عليكم. أيوة. تمام يا فندم، في اشاره وصلت من المديريه. طب اتفضل. الو. ايوه يا روح قلبي من جوه. لا ده انا لسه في الشغل، هخلص وعدي عليك، وزي ما اتفقنا هروح السينما. لا لا، انت كلميهم وقولي لهم هنروح عندهم يوم الجمعه وهنتغدى معاهم. اه طبعا اكيد اكيد بالظبط. طب معلش يا سامي هكلمك في وقت تاني. يا مسعد. شماول عنديل نازل عندكم هنا؟ ايه ايه في ايه؟ انت نازل عندكم؟ ايوه يا باشا. اوضه نمره كام؟ اوضه الدور التالت، اوضه 323. يلا معتز. شريف.
خليكم معانا حتى ما نسعفين. تعالى معايا. فتحي، هو سراج هيديك فلوس العملية امتى؟ كمان اسبوعين ثلاثة. وليه ده كله؟ وبعد ما العميل يجيب الفلوس اللي عنده. بس اسبوعين ثلاثة ده كتير قوي يا فتحي. هو ده النظام. طب وافرض العميل هرب وما جابش الفلوس؟ مش هيحصل. ليه مش هيحصل؟ عشان البضاعة عندي، وانا شرطت على سراج ان انا مش هسلمها له لما استلم منه فلوس. استريحت؟ خلاص يا فتحي، نستنى. انت قادر، انا همشي. يلا بينا. طب مش عايزين يعمل لكم لقمه قبل ما امشي؟ لا خلاص، توكلوا على الله. طب تصبحوا على خير. انت بقى يا فتحي، مالك انت مش عاجبني؟ انا تعبان يا مالك ومخنوق. انا عارف وحاسس بيك والله يا صاحبي. أنا عارف إن اللي حصل في العملية اللي فاتت مضايقك أوي. كله إلا الدم يا ماهر. الدم ما بيجيبش من ورا إلا الخراب. والدم. أنت ذنبك إيه؟ أنت مالكش أي ذنب في اللي حصل. والناس اللي ماتوا دول كانوا ذنبهم إيه؟ ذنب عيالهم إيه؟ ذنب أهاليهم إيه؟ لو الناس راحوا في شربة مية عشان إحنا السبب، كانوا غلابة بيجروا على لقمة عيشهم، وتقول لي مالكش ذنب؟ خلاص يا فتحي، إيه ده؟ هون على نفسك شوية يا أخي، تبقى نار تصبح رباط. ازاي الناس دي هترجع تصحى تاني وترجع لبيوتها وعيالها؟ احنا السبب يا ماهر، وانا اللي غلطان. أنا سمعت كلام سراج وشغلت معايا واحد مني كلب زي غنيم ده. كنت بس كنت هتعرف منين انه بالوساخة دي يا فتحي؟ كان لازم اعرف، كان لازم اعرف يا تربو. انا مش صغير، كان لازم اعرف. بس مش عدالك يا غنيم، مش عدالك. بقول لك يا فتحي، أنا عايزك تنسى موضوع غنيم ده خالص وترميه ولا ظهرك. مهم، أنت يعني ما قلتليش إيه موضوع البنت الحلوة اللي إحنا قابلناها في الكافيتيريا دي؟ بنت إيه؟ يا فتحي، أنت لحقت تنساها ولا إيه؟ ولا مش عايز تقول لي؟ أبدا، دي واحدة يعني. لا يا راجل، طب ما انا عارف انها واحدة. ايه بقى حكايتك معاها؟ جرى يا ماهر؟ هو تحقيق ولا ايه؟ يا عم فتحي، لا تحقيق ولا حاجة. أنا بس كنت ملاحظ إن البت بتكلمك بود شويتين. طيب، تعبان ومخنوق بجد. خش أريح وأنت اتكل. شكل كده لمست على الوتر الحساس. اتكل.
خلاص ماشي، بس انا عايز اقول لك نصيحه. لما تخش جوه عشان تنام وتفرد جسمك على السرير، اوعى تفكر في اي حاجه تضايقك زي الكلب اللي اسمه غنيم ده. فكر بس في الحاجات الحلوه، فكر في البيت اللي احنا بنناه في الكافيتيريا اللي هي اسمها ايه. وبعدين مش كفايه بقى مال؟ خلاص يا فتحي ماشي ماشي يا فتحي، همشي انا. ممتاز، روح انت مع شريف وانا هخلص هنا واجي لكم على المستشفى. رايحه فين يا ساره؟ مش هنطمن على الشريف يا فندم؟ معتز معايا، تعالي انا عايزك. ايه اللي حصل؟ يا فندم لما انتوا دخلتوا اوضه غنيم فجاه انا والشريف سمعنا صوت جاي من فوق السطوح، طلعنا نشوف في ايه، قال لي استنيني بره وهو دخل قبليا. فجاه سمعت صوت رصاص، دخلت وراه لقيته وقع على الارض وسايح في دمه، طلعت المسدس وضربت على المجرم وراح نطت من فوق السطوح. سبتيه يا ساره؟ مش عارفه يا فندم والله، مش عارف، مش عارفه انا لحقت ولا لا، مش عارف. خلاص يا ساره روحي انت دلوقتي، بكره الصبح عايز تقرير مفصل باللي حصل. طب والشريف يا فندم؟ مش شريف هيستريح في المستشفى، اتفضلي روحي، ده امر. يلا امين حمدي، تعالى بعربيتك وحصلني على المستشفى الشرطه. اطلع من غير كلام. روح يا باشا، روح للسلاح يطول. لو مش عايز السلاح يطول اطلع بيا على طول من هنا. حاضر يا باشا. وما تعديش على لجنه ولا كمين. على فين يا باشا؟ طريق السويس. حاضر. خش شمال من هنا. حاضر يا باشا. بس هنا تروح وتربي عيالك وتاكل عيش وتنسى انك شفتني نهائي. يا عم انا نسيتك خلاص، لا شفتك ولا اعرفك، ربنا يكفينك شرك وشر طريقك. يلا اطلع. انت مين وعايز مين؟ انا عايز سيد ريشة. تعرفه؟ قول له غنيمة عشماوي العنتيل. اتحرك وخف نفسك يا عمنا. وخليك كده هنا لحد ما اجي لك. روح في حته وما رحتش. انت تعالى. انت شيل دي. ايه ده؟ ونمر عشماوي بشحمه ولحمه؟ وحشني يا شر خلق الله. ايه مالك؟ انا قلت برضه ما يجيبكش عندنا الا شديد القوي. ايه اللي حصل؟ نقعد نرغي بقى لحد ما دم يتصفى. يا سيد معاك حق، مش اصول توقع، بس حد يكون اطرى كده ولا كده. وانا الهوا الفاكر مش تلاش عم بغنيه، ما تلاش، احنا عندنا هنا كل يوم في مصيبه. يلا ترن عشان تمسحها بسرعه بسرعه. طب سلام عم بغنيه. السلام عليك يا صاحبي. خلاص هالت هيوصلنا. سيبني افتح
خش. ألف سلام عليك يا صاحبي. الله يسلمك. إيه يا عم شد حيلك أمال. تحت الجرح في الخفيف كده. ممكن أظبط لك الدنيا دي من عند دكتور كويس كده. ربك ستر. لو كانت الرصاصة رشعت كانت جابت أجلي. عمر الشقي بقى يا صاحبي. ما قلتليش يا غنيم. مين اللي ضرب عليك نار؟ سيبنا اهلي اخد نفسي وهرسيك عبدول كله يا سيد. ماشي يا عم غنيم. بس انت ليك وحشه. بص بقى انا عايز اشرب كده وشد وطلع من نخشيشك عشان تنسى الوجع والقرف ده كله. وانا بكره ان شاء الله كده اجي لك على رواقه ونحكي. حسيس انت ده سيد. تلميذك يا شر خان الله. انت طلعت كحيتي قوي يالا. بتشيل فلوسك فين؟ ولا الغندور فتحي بيشغلك بلقمتك؟ دي مقابلة تقابلنا بيها راجل، مش تجيب لنا قهوة ولا شاي ولا عشا؟ ده احنا بينا عيش وملح وعشرة وسكن. بس انتوا طلعتوا ناس زبالة، ناس واطية، وافتكرتوا ان كل الطير اللي اتاكل لحمه. اسمع يالا، انا كنت حنين عليك عشان انت عاجز. بلغ فتحي لما تقابله يجيب لي حقي حته واحده. انتوا بقيتوا شغلتي ومش هسيبكم. حقي وصلني هنساكم، ما حصلش هقطع من لحمكم بالحته. سلام يا روح امك. سلام يا أطول خلق الله. هنعمل ايه يا فندم دلوقتي؟ اصبر على رزقك ريش، هنسير الطريق وقع لوحده. Thank you.
تفك كده يا تربو، ده هيطلع عين امه. انا قلت من الاول دخول واحد زي غنين ده في وسطينا غلطه بنت كلب. انا قلت جرى يا اكرم، يا ناقصه والوالد نسوان غنيم وهلاقيه وهدفعه الثمن غالي قوي. الواد ده مش سهل يا فتحي، ده ابو ازرق. المولود عشان يا فتحي خلينا نخلص من القرف. انا ما عنديش استعداد اخسر حد فيكم. ده اسلم حل، خليه غرفه 60 داهيه يا رب يتعدل. خلصنا منه يا فتحي، ده معتوه. طالع نيتكوا قوي، انتوا فاكرين واحد زي غنيم ده مجرد ما يحس ان احنا اتهزينا او كلامه مشي علينا هيسيبنا في حالنا؟ تهيألكوا ده هياكل ويشرب علينا. مفيش حاجه هتلب ولا العين الحمراء. يبقى لازم تحط عينينا في وسط راسنا فتحي. الواد ده غدار وناوي على الشر، ممكن قوي استفرد بأي حد فينا. قبل ما أي حاجة هتحصل هكون وصلت له، خلصت من القديم والجديد. سيب الموضوع ده على يا ماهر. إيه ده؟ ده سراج جه في وقته. ألو. أيوة سراج. خير. طالما عايز تقابلني يبقى الموضوع مهم. انا كمان عايزك في الموضوع مهم. ساعة اكون عندك. سلام. اكرم، انا عايزك تاخد درب معاك في عربيتك تودي المزرعة عندي. مش عايزين غنم يستفرد بيه وحده تاني. ملوش لازمة فتح البيت كويس. ما اعتقدش ان الواد ده ممكن يكانت انا بعد اللي عمله. يا ريت تسمع الكلام يا تربو. انت عندي في المزرعه هعرف ارعيك واخد بالي منك لغايه ما تقف على رجليك. وبالمره اكون خلصت حدوته الغنيم ده خالص. اللي تشوفه فتحي. اكرم، خليك مع تربو ما تسيبوش لغايه ما اجي لكم. خلي بالك انت على نفسك يا تربو. متقلقش، طالما فتحي حط غنيم في دماغه يبقى الله يرحمه. اجيب لك شويه قمر دين. تسلمات يا اكرم. خلاص يا تربو بقى. والنبي يا تربو، والنبي حاجه تربو مش خاطر. منها كلنا من ساعة ما وافقت ان غنيم الكلب ده يشتغل معانا. والواد ده مجنون مش هيجيبها البر، عشان كده لازم نوقفه عند حد بأي شكل. سراج دلني على طريق وانا هعرف اتصرف مع طريقتي. انت من ساعة ما جيت وانت بتتكلم وانا بسمعك ما سألتش نفسك انا طلبتك فين قبلني ليه؟ ليه؟ اتفضل. ايه ده؟ دي جرايد بكره البوليس عرفوا
يعني دلوقتي الحكاية ما بقت حكاية واد مجنون له مشاكل معاك، لا كده كلنا بقينا في خطر. انت السبب يا سراب، انت السبب. وانا مش عارف كان عقلي فين عشان يطوعني وقبل يشغله معانا. انت هتفضل تتعصب وتتنرفز كده؟ مش وقت لوم وعتاب يا حبيبي. لا، واذا كنت عايز اقول لك انا غلطان حقك عليا، انا اسف انا غلطت، والاول مره في حياتي برتكب غلطه زي دي، بس ده مش وقته. البوليس عرف طريقه، يعني معناها ان احنا كلنا ممكن نروح في داهيه. علشان كده يا فتحي لازم توصل لغنيم قبل البوليس وتخلص منه. انت بتقولي اخلص منه؟ امال يعني هتدور عليه وبعدين تلاقيه تطبطب عليه وتاخده في حضنك؟ ايوه يا حبيبي لازم تخلص منه. انت ناس الناس اللي قتلهم في العمليه اللي فاتت، ناس اللي عملوا في تربو، ناس تهديدوا لينا. طول ما غنيم بره لو وصلوا البوليس رقابينا كلنا هتبقى على المشنقه. ما بحبش الدم يا اسرار. ولا انا يا فتحي، ولا انا بحب الدم، بس صدقني طول الوقت ده عايش احنا في خطر، في مصيبه. وبعدين ده واد دمه زفر، وبعدين انت لو قتلته يعني هتكسب في ثواب، هتكسب في الناس كلها ثواب، هتريح الناس منه ومن بلاويه ومن شره، وهتريحنا احنا كمان. طب انت تعرف طريقه؟ دليني عليه. بصراحه لا. وبعدين بقى بعد البوليس ما عرفه اكيد هو اتوى في اي خن عشان يبعد عن العيون. امال انا اوصل له ازاي؟ اضرب الودع ولا افتح له المندل عشان الاقيه؟ اهدى يا فتحي اهدى. بص، هو لو اتصل بيا انا هنيمه خالص لحد ما اسلمهولك. بس انا بتهيألي بقى ان بعد اللي عمله في تربو هيحوم حواليك انت واخوك اكرم، عشان كده لازم تصطاده قبل ما يصطادك. ما تقلقش يا سراك، انا عينيا مش هتغفل لغايه ما اجيب الكلب ده تحت رجلي. هو ده فتح اللي انا اعرفه. المهم اخبار الامان اللي عندك ايه؟ في الحفظ والصون. وانت اخبار الفلوس ايه؟ انا اتصلت بالعميل وقال لي انه خلاص قرب يصرف فلوس التامين اول التحويل، ما يوصل له هيدينا فلوسنا ونسلمه الامانه، وساعتها نفوق بقى. بس من هنا لحد ده ما يحصل مهمتك الأولى غنيم. ما تقلقش هوصل له، ولو البوليس وصل له قبلي هخش له جوه زنزانته وأخلص عليه قبل ما يفتح بقه بكلمة. هو كده فتحي، هو كده. أنا سعيد. إيه ده؟ النغة من مسعين أخوه أكرم أمشي الدورة من غير ما أحس بينا. بقول لك يا فتحي، أنا مش مرتاح إن تدي أكرم سلاح، وأنت أكتر واحد عارف إنه أهوك وممكن يتهور. أو حاجة دافع بيها عن نفسه، الظروف حكمت، مفيش في ايدينا حاجة غير كده. بس إن شاء الله الوضع مش هيستمر كتير كده، ولازم نعمل اللي سراج قال عليه، لازم نخلص من الواد غنيم عشان يرتاح ويريحنا. لا استناني بقى فتحي، يعني إيه نخلص من غنيم؟ ايه يا فتحي بتتكلم في ايه؟ ايه اللي حصل بينك وبين سراج؟ هقول لك يا ترم، انا وسراج اتفقنا ان احنا نخلص على غنيم عشان البوليس عرفه. لو البوليس وصل له احنا كمان هنتكشف. الحكايه كده اتكعبلت على اخر، وكلنا بقينا في خطر. احنا طول عمرنا في خطر يا ترم. ما اللي انت فاكر ايه؟ احنا شغالين سفرة للنوايا الحسنة؟ مالك؟ ما انت عارف طريقنا واخرته.
قصدك يا فتحي؟ قصدي ان طريقنا ده اخر حاجه من حاجتين، رصاصه في الدماغ وصوره في الجورنال مكتوب تحتها مصرع مجرم خطير او حبل المشنقه ورتبه للظابط اللي هيوصلنا ليها. اول مره يا فتحي اشوفك بتتكلم بالطريقه دي. امال فين يا اخي كلامك عن الفلوس والعز والمستقبل وان اللي معاه فلوس محدش يقدر يمسه ابدا؟ فين الكلام ده يا فتحي؟ وانت هتربى بعد العشره دي كلها؟ صدقت كلامي؟ انا مش فارق معايا حاجه يا فتحي، وعمري ما هخسر اكتر من اللي انا خسرته. حتى الرصاصه اللي انت بتقول عليها دي ولا حبل المشنقه، يمكن يكونوا دول واحد في الظروف زي اللي انا فيها، بس المشكله مش فيها خالص، المشكله فيك انت وفي اخوك. لسه المستقبل قدامكم، حتى الدنيا لسه عايزه تديكوا فاتحه ايديها ليكوا. وبعدين يا اخي انت برضه عملت لك قرشين كويسين ونايم على خميره حلوه. خلصنا بقى يا فتحي، خليني بعد عن ام الطريق ده، خليني اعيش مرتاحين شويه يا اخي. كفايه يا فتحي. عايز تقول لي اعتزل؟ بس صدقني ماتش الاعتزال اللي زيي صعب قوي، لان نهار ما هلعبه مش هلعبه مع اي حد، هلعبه مع الدنيا، وهيبقى انا يا الدنيا، والدنيا صعبة حتى يغلبها. العب العب يا تربو، وخلينا مصدقين الكذبة اللي احنا قلناها، ان العز والقوة والفلوس هما اللي حاميننا، واحنا قاعدين هنا ومستخبيين وخايفين حد يعرف مكاننا ويكشف سرنا. يا فتحي ده انت محبه قوي يا اخويا. لا بالعكس، انا مستمتع قوي طالما فتحي زدان قرر انه يعيش ويستمتع، يبقى هيعمل كده غصب عن عين التخين وخوفي من اللي جاي. انا حولته المتعة، ونهار ما خلص على الكلب اللي اسمه نيم هقتله وانا مستمتع. شفت جبروت اكتر من كده؟ اكتر حاجتين بكرههم هما اكتر حاجتين بستمتع بيهم الخوف والدم. اللغة بقى ساكن هنا، واكيد الموزه مستنيه فوق، ولسه في موزه كمان. الحكايه حلاوه قوي، ولسه هتحلو كمان وكمان لما نفذ الترتيب اللي في دماغي. تشتغل معانا وتاكل بدل العيش بقلاوه وتنفذ الكلام اللي هيتقلق عليه. علم وينفذ اعمله.
البوليس عارف طريق، يعني معناها ان احنا كلنا ممكن نروح في داهيه. علشان كده يا فتحي لازم توصل لغنيم قبل البوليس تخلص منه. انت يعني ما قلتليش ايه موضوع البنت الحلوه اللي احنا بنلاقيها في الكافيتيريا دي؟ طب لو قلت لك انا عايز اقرب منك، عايز اعرف عنك كل حاجه، والقرار في الاخر يكون عندنا. يا اما انفد بجلدي واهرب بالخطر، يا اما اكمل واجري بك منك. صور بقى. ها انت السبب. ما انا مش عارف كان عقلي فين عشان يطلقني وقبل يشغلوا معانا. انا هقدر حالك وهمشي دلوقتي قبل ما تضطريني انا ازعل منك. ولو الحاله اللي انت فيها دي طولت حبتين، انت عارف مكاني فين. يعني لو حبيت انك تفضفض شويه. يكون في علمك يا سراك انه غنيم مش هيعدي من تحت درسي وهفرمه. يا فتحي تربو تقلي صحيت بدري. ارجع بيتي بقى فتحي. انت مستعجل عليا ترب يا اخي؟ مش احنا اتفقنا انك تقعد عندي شويه لغايه ما تبقى احسن؟ وبعدين على الاقل اقعد شويه لغايه ما نخلص من الواد غنيم ده ونرتاح منه. انا بيت كويس خلاص يا فتحي اطمن. بس انا هتكلم باسم غنيم ده خلاص ولا يهمك منه. ما اعتقدش انه هيعمل حاجه تاني، لانه ببساطه خلاص وصل رسالته. العلم تاني يعني لو كان عايز يقتلني كان خلص عليا في ساعتها. عشان خاطر يا فتحي انت عارف انا ما برتاحش الا في بيتي. انا مش فاهم ايه حكايه ما برتاحش الا في بيتي دي؟ يا سيدي لو على شويه الصور اللي عندك على الحيطان اجيبهم لك هنا اغرق لك بيهم البيت. جرى يا فتحي في ايه؟ هو انت يعني عشان عارف اللي فيها هتفضل كل شويه تعايرني وتشتغلني وتقلب عليا المواجع؟ وبعدين ايه المشكله يعني يا اخي ما اتعلق بحبه صور وحبه ذكريات؟ ايه المشكله يعني؟ دور بقى عليك انت اللي طول عمرك عايش براويين وهتموت وحداني يا فتحي. طب يا عم ما تقعد مع الوحداني في الايام الملل دي اللي لا فيها شغل وانا مشغله. اهو على الاقل نونس بعض. لا والنبي يا فتحي شوف لك حد غيري يونسك. انا بصراحه عايز اروح. يلا فتحي قوم وصلني بقى. مين؟ ما قلنا مين؟ وحشتيني يا قمرايا. غنيم؟ مش احم ولحم وشغلك يا قمرايا. انت اكيد اتجننت، انت ايه اللي جابك هنا؟ مش قادر على بعدك يا جميل. وبعدين لو كنت ريحتيني ما كنتش انا جيت لك. لكن عشمتيني ورجعتي ترسمي التقل ومش مدياني عقاد نافع. شغل الجنان بتاعك ده هيضيعك ويضيعني معاك، وانا اللي فيا مكفيني. أنا جايلك عشان كده. أنا أصلي حاسس باللي فيكي. حاسس بدفنتك جنب عيل عويل مش مقدر قيمة النعمة اللي هو فيها. أنا ما يفرقش معايا الخطر. أنا كل اللي يفرق معايا ست الستات هو راحتك أنتِ. طب يلا خدها بقى من سكات وزق عجلك لأكرم يجي ويطربقها على دماغنا. ولو زي ما بتقول حاسس بيا امشي وسيبني في حالي. لا يا حلوة أنا مش همشي غير لما توعديني. أوعدك بإيه؟ تيجي. أجي فين؟ تيجي البيت هنقعد نتكلم مع بعض عشان عندي كلام كتير قوي عايز أقوله لك. طب يلا يلا دلوقتي يا غنيم وبعدين نبقى نرتبها. لا يا حلوة ما تأكلنيش الحلاوة وتاخديني على قد عقلي. هي مش ناقصة جنان. أنا مش متعتع من هنا لما نتفق. يا غنيم يا غنيم أنا في عرضك.
ما تتعبش قلبي معاك. سلامة قلبك من التعب. عارفة يا مرمر، لو مشيت اللي في دماغي وجيتيلي وسمعتيني هريحك على الآخر. هتشوفي معايا عز ما شفتهوش قبل كده، هتشوفي حب وعز وبغداد عمرك ما كنت تحلمي بيه. البقين دول سمعتهم قبل كده من أكرم، وديك شايف حالي. عيب عيب لما تحطيني في كفة واحدة مع النغة ننوس عين أخوه. أنا راجل ملو هدومي وقد كلامي، وبكرة الأيام تثبتلك. وبعدين تعالي احسبيها، أنت هتخسري إيه أكتر من اللي خسرتيه؟ جربي، تعالي واسمعيني. ما عجبكيش كلامي يبقى فرفشنا وغيرنا جو، شربنا كاسين ولعبنا عشرة طاولة. وأنا بقولها لك، إحنا ربنا جمعنا عشان نعوض اللي فات من عمرنا. أنا كمان تعبت وشقيت واتحرمت، تعالي حطي همك على همي عشان نودع الفقر والحرمان. خايفة، خايفة يا غنيم، خايفة تشعلق في حبال دايبة تطلعني لفوق وتنزلني لسابع أرض. تشعلق يا أمراي، تشعلق بقلب جامد. الحبال جامدة ومتينة وعارفة سكتها كويس. معايا هتحققي كل اللي بتحلمي بيه. طب وأكرم؟ أكرم هعمل فيه إيه؟ إحنا كل يوم في مشاكل وخناق. لا تعملي ولا تقولي ولا تعيدي، سايريه، خديه على قد عقله وهوديه. المهم ما يشكش في حاجة خالص، ساعتها مش هتغلبي بقى إنك تخلعي منه ساعتين تلاتة خمسة عشرة. تجيلي وتأنسيني ونقعد مع بعض. قلت ايه؟ هشوف كده واكلمك. ده العنوان اللي انا قاعد فيه، رتبي حالك وتجيلي بكرة او بعده بالكتير. لو اتأخرت عن كده هتلاقيني بنطلك هنا كل يوم والتاني. لا انا في عرضك، اوعى تيجي هنا تاني، انا هتصرف وهبقى اجيلك. هستناك يا مرايا. طب يلا يا اخوي، يلا لحسن اكرم يطب علينا. مع اني مش قادر امشي واسيبك، بس مش هزعلك واقولك لا. طب يلا يا اخويا، يلا والنبي. هتوحشيني يا قمر. يلا يا اخويا. فتحي، هو انت تعرف الراجل اللي كان ورانا ده؟ سألي ليه؟ شارك انت بالزيت، وانت اول ما شفته مزاجك اتعكر واتضايقت شوية. فاكرة يا كارما ساعة ما قلت لك ان حياتي صعبة ومليانة مشاكل، انت رديتي علي وقلتي ايه؟ قلت لي خليني اشوف عشان اختار، واديني فرصة تانية. فات الظروف خدمتك وشفت جزء صغير قوي من حياتي، يعني تقدري دلوقتي تاخدي قرارك من غير ما تترددي. هتقدري تكملي معايا ولا لا؟ ايه نكمل مع بعض دي ولا لا؟ ايه الكلام انت بتقوله ده؟ بص يا فتحي، انا النهاردة عصبي ثابت، خفت قلقت جدا، وخصوصا بعد ما شفت المسدس عندك في العربية. بس ده عمره ما هيوصلني ان انا بقى عايزة اسيبك، عشان خاطري ما تقولش الكلام ده، مش عايزة اسمعه منك تاني. وبعدين انت شايل معاك مسدس في التابلو ليه؟ ابدا، انا ظروف شغلي ساعات بتغصب عليا ان انا اكون شايل مسدس دايما. فتحت بتشتغل ايه بالظبط؟ ولو سمحت ما تقوليش موضوع المخلصات ده عشان مش هصدقك.
أنا بشتغل شغل. أيوة يعني شغل إيه؟ شغل يعني. شغل إيه يعني؟ بتشتغل في السلاح، بتتاجر في المخدرات، بتهرب آثار، ولا تكون قاتل محترف؟ تصدق بالله إنه قاتل محترف دي حلوة؟ لايقة عليك شكلك كده، وطريقة كلامك وتصرفاتك والغموض الموجود في عينيك ده. اوعى تكون قاتل محترف بجد. خافي على نفسك مني بقى. حلوة خافي على نفسك دي، عجبتني. خافي على نفسي ايه بس؟ تعرف حاجة يا فتحي؟ أكتر اتنين اللي خفت منهم وأذوني وكانوا قندال معايا هما جوزي أستاذي في الجامعة، وأكتر حد أنا وثقت فيه وحسيت بالأمان معاه وحسيته إنسان نبيل هو أنت يا أستاذ فتحي. يعني القاتل المحترف هو الفارس النبيل. بالظبط كده. ده ولا الأفلام. بالظبط كده. فتحي أنا مش هضغط عليك عشان تقولي أنت بتشتغل إيه، هسيبك أنت لحد ما تيجي تقولها لي بنفسك. بس أنا عايزة أطلب منك طلب صغير. تؤمري. لو جات لك فرصة إنك تبعد عن الخطر اللي أنت فيه ده، امسك فيها بإيديك وسنانك وما تسيبهاش. صعب أوي إن فرصة زي دي تيجي لواحد زيي، بس صدقيني لو جات لي همسك فيها بإيديها وسناني. طيب ممكن أطلب منك حاجة تانية كمان؟ أموري. عشان خاطري خد بالك من نفسك. جاي اتفضلي يا حلوه اتفضلي. هرنا عنب على مانجا ان شاء الله. ده ايه الحلاوه والجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله. ازيك يا غنيه؟ بعد ما طليت عليا بقيت تمام التمام. ايه يا اخويا اللي حدفك الحدفه دي؟ اصلا انا احب الروقان قوي 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 قوي. وما لقيتش روقان يعني غير هنا؟ اقول اللي اتوجد. الله يجازي اللي كان السبب. قصدك مين؟ الغندور اخو النغة جوزك فتحي. عملنا شغلنا مع بعض واستندل بقى، وعايز السكين وياكل عليا حقي. يعملها، ده نبو ازرق. وغلاوتك عندي فتحي ده صيت على الفاضي، بس انا حطيته هنا اهو ومش هعتقه. نصيحة من واحدة عجناهم وخبزاهم ومعشرهم من سنين، ابعد عنهم أحسن لك، وخصوصا فتحي ده لحسن قرصته والقبر. معذورة حبيبتي، أصلك ما تعرفيش غنيم عشماوي العنتيل يطلع إيه. ده أنا جامد قوي وما سيبش حقي لو حتى عند الجن الأزرق، مش عند السي فتحي. ما بلاش جو الأفلام الأبيض والأسود ده يا غنيم. انا يا اخويا مش جايه اقضي ليله حمرا، وبعدين انا هرجع على البيت. لو اكرم اخد باله اني شاربه هتبقى حكايه. في دي عندك حق، بس على فكره انا مش بتاع افلام. انا من ساعه ما شفتك وانت سكنت القلب من جوه. ولا انا جايه اعمل غراميات. ولا انا وحياتك بتاع غراميات. امال عايز ايه بالظبط؟ اكلت دماغي في التليفون، نتقابل نتقابل،
وديني جيت، هات اللي عندك. تعالي نحط هم على همك يا بنت الناس، ما الهم واحد وطرنا احنا الاتنين عند نفس الناس. الراجل المجدع المخلص اللي زيي عايزين يسكوه وياكلوا عليه حقه، والأمرايا اللي زيك اللي تتقل بالذهب مدفونة معاهم بالحياة. ما تقلبش عليا المواجع يا غنيم، وهات من الآخر، عايز توصل لإيه؟ عايز ندور ونفتش على حل يخلصنا من الهم اللي احنا فيه ده. دي شبكة سودة وبعدين مش هتعرف تخلص منها. لو علي أنا عايز أخلص منها النهاردة قبل بكرة، بس ألاقي سكة. بس السكة كانت موجودة وكانت سالكة، لول اللي حصل ده بقى. مش فاهمة. تعالي وأنا أفهمك. أنا كنت ناوي أول ما أخد نصيبي من العملية، وده مبلغ كبير مش صغير، كنت هبلغ فرار أنا وإنتي ونهج برا مصر. يعني عايزني أطفش معاك زي الحبيبة في الأفلام؟ وكان هيبقى أحلى طفشان. أنا في واحد صاحبي عنده كباريه معتبر في لبنان، كنت هشاركه بنصيبي وأطلقك من أكرم ونتجوز، وهترقصي في الكباريه وهتبقي نجمة برنسيسة، وتعيشي بقى مع الراجل اللي بيحبك وبيقدرك وتخلعي من الهم ده. ما تاكلش بعقلي حلاوة يا غني. وحياتك وغلاوتك عندي كنت هأكلك بغاشة وبقلاوة لولا اللي حصل ده. فكري بعقلك يا معرفت، العمر بيجري، والواد أكرم ده لو متشعلق بيك النهاردة بكرة يتشعلق بغيرك ويرميك يا مولاك ما خلقتني. لكن باللي بخططه ليا وليكي هتعيشي طول عمرك برنسيسة، الكل يجري وراكي ويتمنى رضاكي. ساعتها بقى نعمل قرشين حلوين، نأمن نفسنا من غدر الزمن، ونعيش في تبات ونبات، ونخلف صبيان وبنات. اهو كل كلام ابن عم حديد. افضل انت يا اخويا احلم كده وطيرني معاك فوق في الهوا، بس اوعى توقعنا على جدور رقبتنا. اما لما ضربوا الاعور على عينه قال ايه؟ خسرانه خسرانه. اسم الله عليك، معايا بقى مش هتخسري قد اللي خسرتيه مع النغه، لا ده انت هتكسبي وهتكسبي كتير قوي. حط ايدك في ايدي عشان نشوف حالنا ومصالحنا وغلاوتك عندي. بتشوفي عز وفلوس ما شفتهاش قبل كده. تسيبي الهم بقى وتعيشي مع راجل بيحبك ويقدرك ويشيلك في عينيه من جوه عشان نعيش في هنا وسعادة. وعشان ده يحصل ايه المطلوب يا غنية؟ ارجع حق اللي اتسرق مني. موت يا حمار، هي الحداية بتحد في كتاكيت؟ مش حطول من فتحي غير شر وأزال. خلي ايدك في ايدي ونحط قلبنا على قلب بعض، ساعتها مش هنغلب، هنلاقي مليون طريقة وطريقة عشان نرجع بيه حقنا ونبلغ فرار ونسيبهم يخبطوا دماغهم في الحيط. انا عارف انك بتدوري على الفرصة اللي تخلصي بيها من الهم ده، والفرصة جت لحد عندك، اوعي تضيعيها، عشان لو ضيعتيها هتعيشي ندمانة طول عمرك. انت عقلك كبير وعندك امكانيات تعيشك برنسيسة، عيب عليكي لما تعيشي بلقمتك مع عيل عويل زي ده. ماشي يا غني، همشي ورا الكذاب لحد باب الدار، وعلى رأيك ضربوا اللعور على عينه قال خسرانة خسرانة. رتب انت وخطط وشوف هناخد حقنا منهم ازاي، وانا معاك. هو ده الكلام الموزون يا امرايا، بس اوعى شطانك يوزك وتلعب بيا، عشان مش كل الطير اللي يتاكل لحم، وانا لحمي مر قوي. زمان اكرم لعب بيا وعمل لي البحر طحينه، لكن دلوقتي انا صاحيه، وساعه الجد هطربقها على دماغي ودماغك، واللي يحصل يحصل. انا مش هرد عليكي بالكلام، انا هسيب الايام هي اللي تثبت لك انك مع غنيم دايما كسبانه، وهتحققي كل اللي بتحلمي بيه. قلتي ايه؟ قلت ايدي في ايدك يا غنيم. وانا كل ليك يا مرايا.
الحمد لله على السلام. ايه التأخير ده كله يا ست ميرفت؟ كل ده عند امك؟ ما انت عارف انها عيانه وعملت تحاليل، رحت انا بدلها استلم النتيجه، وبعدين رجعت لها تاني عشان لازم تاخد النتيجه دي بكره توديها للدكتور. الحاجه طلعت حامل ولا ايه؟ وطبعا هتروحي معاها بكره للدكتور. طبعا. معقول يا اكرم؟ يعني هسيبها لوحدها؟ هي ليها حد غيري، لو انا مش هقف جنبها مين اللي هيقف جنبها؟ طبعا لازم توقفي جنبها، بس ما تسيبنيش انا قاعد لوحدي هنا في البيت زي قرد قطع. وايه اللي يخليك تقعد في البيت لوحدك؟ ما نزلتش زي القرد تتنطط ليه؟ ناحيه امك، انت عارفه الظروف منيله معايا ازاي اليومين دول. هو انتوا حد يعرف لكم حاجه؟ عموما الموضوع قرب يخلص خالص. موضوع ايه؟ عاي امي، وبعدين بقى افضالك وسليك ودلعك واكلك الموس. يا سيم دمك بقى يلطش. مش اتقل من دمك. رايح على فين؟ هغير هدوم. طب يا اختي غيري واعملي لنا شويه فسفور عشان في واحد هند احمر هيحتفل بيك الليله دي. يا لهوي الضحكه لوحدها بمقام كيلو جمبري. البسي بدله الرقص يا مشقياني. ليلتك عذاب. الو. ايوه يا عدو، ازيك يا ابو الرجاله؟ عامل ايه؟ ايه يا ابني رحت يعني؟ قلت عدولي. مالك يا عدو؟ في ايه؟ طيب يا اخويا خلاص تمام، نتقابل الليل. حاضر، يلا مع السلامه. بس يا عم الصبح بقى. خلاص انا اسف مش هعمل كده تاني. تعال فتحي يا عم. يا فتحي بقى كفايه بقى يا اخي. ايه يا عم في ايه؟ لا مفيش. ايه ده؟ ده عشان انا فتحي؟ اه امال عشان امي؟ ربنا يخليك لي يا فتحي. ده ديزل 2 زي نورماندي 2 بتاعت اسماعيل ياسين زمان. حبيبي يا فتحي تعال تعال ديزل تعال. ما جبتوش اكل ولا ايه؟ هاتوا بقى باللي عندك. ماشي. اه الله يا فتحي، ده شكله كلب حلو قوي وشكله كده عارفني. انت اتكلمت عني ولا ايه؟ لا هو لازم يعرفك طبعا، الله ما الدم بيحن. يا ابن الاسم، قصدك ان انا ابن كلب يعني؟ فتحي باشا فتحي معروف. وشكلنا كده هنبقى اصحاب بسرعه. فتحي انت اي حد يعرفك لازم يبقى صاحبك يا تربو. انت طيب قوي. انت فتح الله بالرجوله وابو الشهامه كلها. ربنا ما يحرمني منك ابدا يا فتحي. وربنا يديم المحبه والمعروف. المهم انت عامل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، كنت قاعد مع نفسي شويه لحد انت يا سيدي لما جبت لي ديزل 2 عشان يونسني. بقول لك يا تربو، هو انت في الايام اللي فاتت دي لمحت بابو ليه؟ ما انا قلت لك يا فتحي الواد ده استحال يجي هنا تاني بعد اللي عمله وخلي اللي هو عايزه كمان. ليه يا فتحي؟ في حاجه حصلت ولا ايه؟ اصل من يومين كده كنت انا وكارما ماشيين بالعربيه لقيته قاطرني، ولولا ان كارما كانت معايا كنت زماني خلصت عليه. الكلب الوسخ
مش عايز اجيبها البر. طبعا كارما ماتت في دمها لما شافت الاشكال الوسخه دي، واكيد طبعا مش عايز اشوف وشك تاني. يا ريت تربو كانت ارتاحت وريحتني. الكارثه انها كل ما بتعرفني اكتر كل ما بتقرب مني اكتر، رغم ان انا حذرتها كتير، بس هي مصممه على في دماغها. فتحي البنت دي كويسه قوي بالرغم من كل اللي شافته معاك، بس لسه برضه متمسكه بيك. انت عارفه فتحي اي حد مكانها شافت اللي شافته كان زمانها خلعت وسابتك من زمان. هو الكارثه يا ترجو هي بتعمل ليه كده؟ عشان بنتك تفهم. بنت دي عرفت انك واد راجل وشهم وابو الحنيه كلها يا فتحي، عرفت كمان انك ضار، عشان كده فتحي لازم تتمسك بالبنت دي. اوعى تسيبها فتحي، اوعى تتخلى عنها. اسمع كلامي. والله في حاجه كده عايز اقولها لك، بس هتشمت فيا وهتقرفني بعد كده كتير. يا عم قول وخلصني. في ايه؟ رغم ان انا عمال اقول عليها لازقه ومش راضيه تمشي، وعمال احذرها واتحايل عليها انها تسيبني، بس بصراحه انا لا قادر ولا عارف اسيبها ولا عايزها تبعد. بقى ده اللي مضايقك؟ تصدق انك فقري؟ ايوه يا تربو، انا طول عمري لوحدي ومش عايز اتعلق بحد ولا ارتبط بحد خالص. أنا مش عارف ست كارما دي طلعت لي منين. حلو قوي كده. هو أنا كده بقى بطمن عليك. بقول لك يا فتحي، أنا عايزك تسيب نفسك خالص. عيش حياتك بقى يا أخي. ده اللي ما حبش عمره ما عاش يا فتحي. صدقني. ماشي. خليني هسيب نفسي خالص. وخليك ورا تربو لخط النهاية. فاكر انك عشان بالنظارة وبالشكل ده انا مش هعرفك؟ ازيك يا ليلى؟ انا بس جيت عشان اطمن عليكي، لو سمحت سيبيني امشي. يا ماهر، بعد كل السنين دي وعايز تسيبني تاني وتمشي؟ يا اخي ده انا ما صدقت لقيتك. روح اشوف شغلك يا ليلى عشان خاطر سيبيني امشي. طب وحياه ليلى اللي تيجي معايا، هشوف بقى الحلفان ده لسه مهم عندك ولا لا؟ تعالي يا ماهر. مش ماشي يا ماهر، مش ماشي. تعالى نقعد هنا. اقعد.
معقولة أنت معايا هنا دلوقتي؟ والله العظيم أنا مش مصدقة. قول لي يا ماهر، ده بجد ولا أنا بحلم؟ مع إني ما كنتش عايز ده يحصل، بس إحنا فعلا مع بعض يا ليلى. ما كنتش عايز ده يحصل ليه؟ أنا نفسي أعرف يا ماهر، أنت بعدت ليه؟ هربت ليه؟ أنت خليتني ألف عليك الدنيا كلها، هو أنت عليك تعذبني كل السنين دي؟ رد عليا يا ماهر، بقى يعني عشان الحادثة واللي حصل لرجلك ده سبب يخليك تبعد عني؟ أنا ما كنتش متخيلة إنك أناني قوي للدرجة دي. أنا أناني يا ليلى؟ ده اللي أنت تعرفيه عن ماهر؟ أنا لو كنت أناني كنت فضلت جنبك، وأنا عارف ومتأكد إن عمرك ما هتتخلى عني، بس أنت عارفاني كويس، عمري ما كنت هستحمل نظرة شفقة ولا عطف من أي حد، حتى لو كانت منك أنت. مش بقول لك أناني، حتى الحزن والشدة والألم مش عايز حد يشاركك فيهم. هربت وانت فاكر انك بتضحي عشان بتعفي غيرك من التضحية. حب أقول لك بقى ان وجع التضحية ده أهون بكتير من وجع الحيرة والانتظار اللي انا كنت فيهم. على الأقل كنت بتلاقي حاجة تصبرك لما تقول لنفسك انك بتضحي عشان خاطر اللي بتحبه، لكن انا عشت سنين ضايعه من غيرك، مستنيه اي امل ومش عارفه اذا كان هيتحقق ولا لا. وطول السنين دي يا مهر ما لقيتش حاجه واحده بس تصبرني. لسه زي ما انت يا ليلى، محدش يقدر يغلبك في الكلام. انت بقى غلبتني وهزمتني لما بعدت عني يا ماهر. ما تحملنيش فوق طاقتي يا ليلى، انا كنت عارف كويس ايه اللي انت وصلتي له دلوقتي، وكنت عارف ومتاكد ان انا لو كنت فضلت جنبك كنت هعطلك كتير قوي، وعمرك ما كنت هتوصلي للي انت فيه. انت مش فاهم حاجه. ارجوك يا ليلى، مفيش داعي نتكلم في أي حاجة حصلت، ما تخلينيش أندم إني جيت اطمنت عليكي. أنا كل الحكاية لما قريت اللي اتكتب عني وعنك في الجرايد ما قدرتش أستحمل، حسيت إني لازم أشوفك. عرفت تخليني أظهر تاني يا ليلى. بس مش أنا يا ماهر اللي ورا الموضوع اللي اتنشر في الجرايد ده. قصدك إيه؟ امال هيكون مين؟ مش عارفة، بس عادي يعني، ما انت عارف الصحافة. لا مش عادي، بعد السنين دي كلها اكيد مش عادي. انا لازم اعرف مين اللي ورا الموضوع ده. ايا كان اللي وراها بقى، انا نفسي اشوفه عشان اشكره انه خلاك تظهر في حياتي تاني. للدرجة دي انا كنت وحشك؟ أوي يا ماهر، أوي. احكي لي بقى، أنت عملت إيه في حياتك السنين اللي فاتت دي كلها؟ رحت فين؟ بروح عليها شوية ليلى، مش كده؟ خلاص، حاضر، أنا هسيبك تستريح شوية وهقوم بقى أعمل لك حتة فنجان قهوة من بتاع زمان ده، فاكره ولا نسيته؟ بس أول ما أرجع أنا عايزك تحكي لي كل الحكاية ومن أولها، اتفقنا؟ حاضر، ثواني وراجعلك. Thank you.
يا ريت يا ليلى، يا ريت كان ينفع نبتدي الحكايه من الاول. بس يا خساره، وامر الزمن ما يرجع لورا. كده بقى مش هيبقى ناقص غير حاجة واحدة بس. ايه تاني يا فتحي؟ عربية بونش زي اللي بيصلحوا بيها عندنا النور. عربية بونش، ماشي يا فتحي، هظبط لك عربية. حلو قوي، انت وعلي بقى تظبطوا الموضوع دوت عشان هتركبوا العربية دي وتمشوا ورايا انا وأكرم. اعتبره حصل. بس انت ملتناش المعاد امتى؟ يوم الخميس ان شاء الله عشان يبقى صباح جمعة واجازة ومحدش يعرفنا في الخروج والدخول. الله عليك، هو ده الكلام. يلا اتكلوا انتوا على الله، خلينا على اتصال اليومين الجايين عشان لو في جديد حصل نظبطه مع بعض ان شاء الله. يلا عاد وقتك في طريق. لا مش عايز اتعبك معايا. يا عم تتعب ليه بس، انت خلاص بيت مننا وعلينا. صباح الخير. تمام. ايه يا اكرم؟ احنا كمان مش هنمشي ولا ايه؟ لا نمشي ايه؟ احنا لازم نطير. تصبح على خير يا فتحي. تمنى له حبيبي. تصبح على خير. تمنى له. تمنى له. الو. يا اسراج. كله تمام. والعملية خلاص هننفذها، أنا محتاج الدفعة الأولانية. خلاص أقابلك. ماشي، أقابلك بكرة. مع السلامة. يا لهوي يا غنيم، ده أنا زوخت منهم بقدرة قادر. بس يكون في علمك أنا هخف رجع للشقة دي. آه مش كل مرة تسلم الجرة. غنيم، التليفون بيرن رد ولا إيه؟ لا استنى استنى، بتكون هي. الو. ايوه يا غنيم. ايوه يا ام رايه، وحشتيني. ايه الاخبار؟ اخبار كويسه قوي وزي الفل. قدامنا فرصه بس مش عايزينها تضيع مننا، هنحقق كل اللي نفسنا فيه. طب احكي، انا سامعك. لا لا، اكرم دلوقتي ممكن يطب عليا في اي لحظه. انا بكره الصبح هعدي عليك. وانا هستناك على نار، ما تتأخريش عليا. ماشي يا غنيم، سلام. ايه هيحصل؟ هتروق وتحلب السيد. طب هو اللي اسمه فتح ده يا غنيم ممكن يكون عنده خبيرة كويسة؟ أكيد. عيل زي ده مش هحط فلوسه في بنك، وحتى لو مفيش خميرة كفاية هو اللي يجي منه احسن منه، بدل الاشفره اللي الواحد فيها دي. وفي اللي اهم من الفلوس يا سيد. وفي اهم من الفلوس يا عم غنيم؟ نشفي غليلي حصره اني دخلت جوه بيته وسرقته. لا ومين اللي ساعدني؟ مرات اخوه النخة. يعني سرقه وحصره وجرسه. والباقي اصلا يا سيد. اعوذ بالله منك يا شيخ، ربنا يكفينا شرك يا شر خلق الله. الموزة اتأخرت يا عم غنيه.
تقلقش يا ريشة، المزة زمانها جاية. ماشي. مش قلتلك زمانها جاية؟ خد لك نفس على بابك. يا أهلا بالقمر. ازيك يا غني؟ كنتش كويس لحد طلتك عليا. مين ده؟ محسن السيد ريشة. سيد أخويا وشقيقي وحبيبي ودراعي اليمين، يعني أمان الأمان. عايزك في كلمتين على السريع كده عشان ألحق أروح قبل أكرم ما يجي. كلمتين تلاتة أربعة، خد راحتك على الآخر، وزي ما قلتلك سيد أمان. قدامنا فرصة نضرب ضربتنا يوم الخميس الجاي بالليل. لا 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 لا، بالراحة، واحدة واحدة علي. رسيني على الدور من الأول بالتصوير البطيء. فتحي وأكرم هينفذوا عملية يوم الخميس الجاي، وأنا هبقى في البيت لوحدي. في بيت فتحي؟ أيوه. فاكره؟ إيه اللي فاكره؟ ده أنا حافظه حتة حتة وركن ركن. يبقى فتح مخك معايا عشان نضرب ضربتنا في السليم ونفرق من غير ما حد يحس بينا. اتفضلوا. هلا مش غريبة يا أكرم إنك تجيب ميرفت معاك النهاردة وإنت عندك طلعة؟ شطت فيها زي العيال يا عم، أعمل إيه؟ والنبي أكرم عشان خاطري خدني معاك. أعمل إيه؟ قلت أجي معاه عشان لما يخلص شغله يروح معايا بدل ما يقعد يمين وشمال زي عوايده. ربنا يخليكوا لبعض. ممكن بقى تسيبينا شوية عشان نشوف شغلنا؟ أوي أوي. بقول لك يا أكرم، أنت مش ملاحظ إن ميرفت لازقالك أول يومين دول ومخليها بالها بينك زيادة عن اللزوم؟ مش عادتها يعني؟ شيء طبيعي يا معلم، هي عارفة إن أنا داخل عملية وفي فلوس جاية وكده، فبتحوط عليا عشان تقلبني. دي بنت لذينة صايعة مرقدالي. حسن. طيب، أو مجهز أنا عشان ما نتأخرش على تربو عدم. خلص الشاي بسرعة. أيوة يا غنيم، أنا هنا لوحدي. أكرم وفتحي لسه خارجين من شوية. طيب طيب، بس بقولك إيه، ما تتأخرش. ماشي، سلام. أيوة. تعال فتحي. ازيك يا أكرم؟ جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. Thank you.
استنى هنا تحمي ظهرنا وانت تعالى ورايا. يلا افتح لعبتك طفش ابوها بنشق فيه لغايه. طب يا اكرم امن الطريق انت بره وانا اخلص. حصل. تحرق مراين يا غنيم. ادخل بسرعة. هنا. من هنا. يا جماله. يا جماله يا حلاوته. ايه الحلاوة دي؟ يلا يا غنيم ما شافوهمش وما بيسرقش فيهم وما بيتفرجوا. حالا يا قطة. حالا يا مرايا. الخزنة متوصلة بجهاز الوزارة يا فتحي. دي الملاية دي امسكي دي. لف القتيل ده. يا حلو يا قتيل يا حلو. يا حلو يا حلو. يا حلو يا حلو. يلا بينا. مالها؟ عارف فتحي واكرم ممكن يعملوا فيا ايه بعد اللي حصل لو وقعت في ايديهم؟ يبقوا يدوروا علينا. وبعدين طول ما انت معايا ما تشيليش هم حاجه ابدا. طب هدي عنك. اشمعنى؟ عشان تعرف تسوق. مع اني كنت عايز اسوق وهي في حضني. بس حضني وحضنك واحد يا قمر. شيلي.
عنك عنك. أكرم حاول توقف النزيف بأي شكل. بحاول أهو يا فتحي والله. بسيطة عادة وإن شاء الله أجمل. الحمد لله عمر الشهابات. راح أكرم. اهدى يا أبو الرجالة هتبقى كويس إن شاء الله يا عدو. أنا تعادل خلاص، نوصل بس المطرح وأطهر لك الجرح. هعمل معاك الصح كله، ما تقلقش. شد يا فتحي شوية، شد شوية. شوف يا بطل، بطل والله العظيم. مش لاقين جوكر ولا دخل
الحمد لله بسيطة. الرصاصة بس لسعت دراعك من بره وخرجت. بعد ثانية واحدة. ما تقلقش عدو. كل حاجة هتبقى تمام. الموضوع ده ولا نشوف دكتور شمال يخلصنا الليله دي كلها؟ الموضوع مش مستاهل فتحي، ده جرح سطحي. وبعدين اطمن، انا واخد كورس اسعافات من ايام رايح القاهره. الامور دي هايفه بالنسبه لي قوي. اكرم روح نضف العربيه من الدم قبل ما نطمن على عدوي. حاضر. اسمي تينا. عايز اكلم مراتي، اكلمها بس اقول لها ان انا هبات بره البيت، مش هينفع ادخل عليها بالمنظر ده. تمام كده عدوي، ارتاح انت بقى شويه وانا هقوم اعمل لك حاجه دافيه عشان تروق دمك. وبعدين يا سيدي بعديها نبقى نكلم الحكومه ونستاذن انك هبات معانا. يا عم بلاش تجيب سيره الحكومه لحسن جسمي بيقشعر، ربنا يكفينا شرهم. معلش معلش يا عدوي. يا اخي انت كمان بس يا سيدي. تمام. أي أكرم الأخبار؟ كان لسه طبعا المعرض. تمام. عامل إيه دلوقتي عادل؟ تمام الحمد لله. عادل هيبات النهارده مع تربة، وإحنا نبقى نعدي عليهم بكرة نطمن عليه. يلا. ماشي. ألف سلامة عليك حبيبي. السلام عليكم. ليلتك سودة يا عم ماهر. ألو. أيوة يا سراب. لا العملية تمت زي الفل، حصل شوية دربكة كده بس عدت. المهم ان العملية تمت زي ما احنا عايزين. انتوا كويسين؟ هاي يا فتحي، على العموم انا هكلم العميل اطمنه ان العملية تمت واقول له جاهز بقية العمولة بتاعتنا. لا هبقى اكلمك اقول لك تسلم وتستلم فين. سلام يا فتحي. الكلب ايه الكابوس ده؟ انا بقول نطلع على البيت عندي، يمكن راحت على هناك. انت حمار يعني؟ هتسرقني وتروح البيت عندك عشان تستخبى؟ طب احنا رايحين فين دلوقتي يا فتحي؟ رايحين لامها عشان نقررها، لان انا متاكد ان امها مولسه معاها وعارفه هي هربت راحت فين. واول ما نخلص حكايه العلمه اللي انت كنت متجوزها دي ليه قاعده معاك يا اكرم عشان اعدلك. طب والله العظيم ثلاثه لاعدلك. مش ممكن، انتوا بتعملوا ايه؟ الله
غير استعباط. فين ميرفت؟ ما عندكم يا اخوي وانا شعرفني. بقول لك ايه؟ ايه يا اخوي؟ من غير لف ودوران انطعي. فين ميرفت بدل ما خلص عليك؟ الله، ايه اللي تخلص عليا ده؟ هي سايبه ولا ايه؟ ده انا لم عليك امه لا اله الا الله. وريني بقى هتصوت ازاي وهتلم عليا امه لا اله الا الله. انطعي يا وليه وقولي فين ميرفت بدل ما خلص عليك دلوقتي. ايه؟ هو ايه اللي ده كله؟ عملت ايه؟ ميرفت سرها معاكي، احسن لك تقولي هي فين. انا والله العظيم ما اعرف ميرفت هي. يا وليه يا انطائي، انت شكلك كده مستبيعه وغاويه موت. انا هخلص عليكي وبعد كده اشوف فين ميرفت بطريقتي. يا انطائي والله ما اعرفش انا بقى، والله العظيم ما اعرف ميرفت فين. اشتري عمرك وقولي تعرفيه. هي عدت عليها من كم يوم وقالت لي نسيت. قالت ايه؟ قالت لي انها هتسافر وتهج وتسيب البلد دي كلها. قرفت وزهقت خالص من اكرم، مش طايقه. سافر فين؟ مع مين؟ غنيم، واحد اسمه غنيم. غنيم جاب لها شغل من بره مصر، هتكسبها دهب كده. ده انا مالي يا اخويا؟ انا عملت ايه؟ اسمعي يا وليه، ميرفت لو كلمتك او اتصلت بيك قولي لها ان فتحي مش هيسيبها الا في حاله واحده بس. ها؟ انها ترجع وترجع الحاجه اللي معاها، وساعتها تسافر ولا تغور في 60 داهيه. هي حره، بس لو ما رجعتش انا هخليها تتمنى الموت ومش هتعرف تطوله. انت فاهمه؟ يا خرب بيتي يا نهار. تعالى يا اكرم. يا لهوي يا لهوي. ونعم يا عرفت. يا خرب بيتي يا نرجسه. يا لهوي. اهلا فتحي، انا ميرفت. تعمل فينا كده؟ تخني وتهرب مع الكلب ده ليه؟ ليه تعمل كده؟ ليه تعمل كده؟ قول هنا! كيف تولول دلوقتي زي النسوان يا ابن الكلب؟ انت ناسي، ناسي انت سبب كل اللي احنا فيه ده؟ اقتلني يا فتحي، خلصني وخلص علي. حاضر يا اكرم، اتشاهد هتنشف بدل ورملة النسوان دي. دامك